لم انجريز بري دومينيت هيد اند سيرفايكال انجريز ار ايثال. احنا المورتاليتي بها تراي مودال ديستريبيوشن، يعني ممكن المريض يجينا اصلا ميت لانه ساعه الحادث صار خلال يعني ساعه الحادثه وتاخر. السكند بيك هو خلال يعني الفيو فيرست اورز اوف برزنتيشن. ثيرد بيك هو maybe several weeks later on. Always remember A, B, C, D. كلكم ماخذين يعني أكيد الجراحة العامة هواي حاتشين على موضوع الـ Airway Breathing Circulation. كل مكان حتواجهون هذا الشيء. D, D deficits أو disability. والـ E هي exposure, environment. يعني patient should be fully disclosed from the clothes and examined naked. Exception to this airway breathing circulation. The exception who are patients suffering from external peripheral hemorrhage, catastrophic hemorrhage, should be controlled first. يعني انت قدامك بليدنج قبل لا تسوي اي خطوه بس حط اصبعك على البليدنج يعني تسوي فشر. يجينا بعدين الايرواي breathing circulation. Life-threatening external bleeding is controlled first and follow the ABC. احنا عندنا اكو الجدول بالنسبة للشوك. يجي المريض تعرفون types of shock type 1, 2, 3, 4. Type 1 normal heart rate, pulse rates عادة والblood pressure يكون normal. Just blood loss اقل من 15 يعني اقل من 750 مل. تايب 2 تقريبا 750 الى 1500 مل blood loss، لذلك ازداد الهارت ريت اكثر من 100. تايب 3 ستيل تايب 2 blood pressure normal. تايب 3 اكثر من 120 pulse rate يقلل blood pressure. ال blood loss تقريبا 30-40% او ما يقل most serious اكثر من 40% life threatening عادة. ممكن المريض يوصل لهاي المرحلة يصير irreversible اذا اجانا هو in type 4 shock. method of resuscitation بشكل عام بنحكي يعني هاي general lines يعني الفلويد اللي تواجهوه وتشوفوه بالطوارئ دائما هو الكريستالويد normal saline تلقون الرنجر كريستالويد ايزوتونيك سوليوشن كريستال نورمال سلاين والرنجر ذني ايزوتونيك سوليوشن. وعندنا البلد اوبشنز ممكن نيجاتيف بلد يعني او نيجاتيف هذه بدون يعني بدون ما اسوي كروس ماتشنج وشي هذه يونيفرسال بانر. تايب سبيسيفيك بلد يعني مجرد بس ياخذ الفصيله مالته وكروس ماتش ياخذ الارنج جروب. ترانسفيوجن ريتس هو 1:1 بلاد بلازما اند بليتليت يعني يعطون هول بلاد يعطون ويا بلازما يعطون بليتليت او باك ار بي سي بلازما بليتليت. اكثر شيء يستخدمونه بالطوارئ هو الهول بلاد. ممكن تشوف الباك ار بي سي اذا ما تطيل فوليوم اكسبانشن البلازما والبليتليت. Imaging. طبعا نانا في شغله delay of fracture diagnosis is the more commonly cause of failure to image the ecstasy. يعني دائما المريض ما تصور الاطراف مالته بسبب انه مس diagnosis عادة. Delayed diagnosis هو السبب الرئيسي فيمس يعني. Imaging الموست امبورتنت عندنا اي بي chest mediastinal widening نشوف بيها نشوف pneumothorax lateral cervical spine مهمة لازم نشوف فيها سي 7. اذا ما شفنا سي 7 معناتها اكو شورتج بالاكس راي اوف سيرفايكال سباين ما واضحه تطلع. لازم نشوف الجنكشن اوف سي 7 ام تي 1. اي بي بلفيس مهمه جدا. عندنا اكو كاردينال ساين بالال بي اي بي بلفيس اشوف عن الاوبتوريتر فريمن بيوبيك ريماي ساكرم بروجكتنج توورد ذا سيمفيس بيوبس كوكسكس ايضا التيب اوف ذا كوكسس توورد ذا
السنفس بيو بس انتيريا اللي بس سنتر، وعندنا الثير دروب سوبريور استابلر روف انتيريا بوسيه بوردر اوف استابلم، لان كلهم نشوفهم بالاي بي بلفس، بالاضافه للهارد شيب انر بلفس راح اشوف انا بالاكس راي، او على الاقل اشوف الدائره هاي اللي بالنص. سيت سكان مهم جدا هسه بصبح الجولد ستاندرد ايفالويشن بالامرجنسي روم بالنسبه للسيرفايكال سباين، بالنسبه للبلفس ايضا يدخل بها بالجراحه العامه التشيست والابدومن. دامج كنترول اورثوبيديك، اكو عندنا شيء اسمه دامج كنترول، يعني مجرد انه بس خلي المريض حافظ على حياته. Parameters that help to decide which patients should undergo damage control. عندنا نقاط أساسية من خلال نعرف من هذا المريض يتعامل وياه بشكل damage control. أول واحد هو إذا كان injury severity score أكثر من 40، إذا without thoracic trauma. أيضا injury severity score أكثر من 20 إذا عدى thoracic trauma. يعني thoracic trauma significant. Injury severity score إما أكثر من 40 without ثوراسك او اكثر من 20 والثوراسك تروما. اللي عندهم جلاسكو كوكيال 8 او اقل should undergo damage control orthopedic. Multiple injuries with severe pelvic abdominal injury and hemorrhagic shock patients in shock. Hypovolemic hemorrhagic mainly يعني مو بس hypovolemic. Bilateral femoral fracture تبهو. يعني ايش قد مرات واحد يستخدم بايلاترال فراكشر فيمر. مع ذلك البايلاترال فراكشر فيمر شود اندرجو دي سي او دامج كنترول اورثوبيديك، لانه احنا بايلاترال فراكشر فيمر بيشنتس مي اندر يعني مي بي اندر جريد 4 شوك، وبالتالي ممكن يكون ريفرسبل. احنا السنجل بون فراكشر فيمر مي هاف 2000 بلاد مل اوف بلاد فوليوم لوست. بالنسبة للفراكشر هيماتوما ممكن تاخذ حتى 2000 مل السنجل بون. كيف بايلاترال بلمناري كونتيوجن نوتد اون ذا راديوغراف. انا اشوف بلمناري كونتيوجن بالاكس راي، مجرد اشوف بس تشيست اكس راي سويت المريض ما بعد ما مسوي له سي تي، لانه هيمودايناميكلي مثلا انستيبل. تعرفون الاكس راي صارت بورد، يعني المريض على قبل ما الطوارئ اقدر اسوي له اكس راي بعد ما انقله. السي تي لا، عاده اوديه ما فان داني. فان كيون معناته دامج كنترول اورثوبيديك. هايبوثيرميا انجري بريبيت انجري سكيل سكور اوف 3 او اكثر. انترلوكين 6 فاليو 600 بيكو جرام بير ديسي ليتر. هذا احنا ما عندنا بس هو موجود بال يعني لاينز، يعني ما راح اشوفه طوارئ والاشياء اللي ذكرتها بالاشرف فراكشر فيمر ممكن تشوفها بالطوارئ. ضمن الكونتيوجن هايبوثيرميا هيد انجري مالتيبل انجريز تو ذا ابدومن بلفيز، لان كلهم يشوفوهم بالطوارئ. دامج كنترول اورثوبيديك بيشنتس ات انكريزد ريسك اوف ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم وذ مالتي اورجان فيلير دورينج ذا اكيوت انفلاماتوري ويندو من 2 إلى عادة من 2 to 5 days due to surge of inflammatory markers. دي هنا interleukin 1, 2, 6 then يعتبر inflammatory markers top. عندنا اكو bad inflammatory markers واكو good inflammatory marker مثل interleukin 4, 10 then يعتبر يعني prognostic marker. اما interleukin 1, 6, 2 يعتبر bad inflammatory markers. Only potentially life-threatening injury should be treated in this period. بالنسبة للدم كنترول اورثوبيديك احنا قلنا انه اكو ذول اللي لازم يعني اللي بارامترز اللي حكينا عنها قبل شوية، لكن من التوب امرجنسيز بالنسبة للاورثوبيديك عندنا سبع اشياء او ثمانية، لان كلهم توب امرجنسيز احنا راح نحكي عليهم. بني هسه unstable pelvic fracture. unstable pelvic fracture راح يجي له اللي هن تايب اي بي سي تايب 2 و 3.
lateral compression two or three, وكومبايند وفيرتيكال شير، لان يكون انستيبل جلفيك فراكشر، كومبارتمنت سيندروم، فراكشر وذ فاسكولار انجري، الريديوس ديسلوكيشن، تروماتيك امبوتيشن. الريديوس يعني معناتها التايم اوف، يعني التايم اوف برزنتيشن وذ ترايل اوف كلوز ريدكشن ما رجع. فالريديوس يعتبر ايمرجنسي توب، يعني محاولين ويا ات ذا سين مكان الحادث، محاولين يعني رجعوا وما راجع، واضح؟ او محاولين اياه بمكان اخر وما راجع. اقصد انه اللي انريديوست يعني مو كرونيك، اقصد بين الاكيوت. انستيبل سباين فراكشرز، كودا اكواينا سندروم، طبعا الفراكشر انستيبل سباين فراكشر ممكن اسوشيت يعني كورد انجري، والكودا اكواينا سندروم والاوبن فراكشر. Resuscitation هو عادة تبدي بال يعني A B C D in form of advanced trauma life supports. هاي صور يعني شلون تسوي stabilization في the cervical spine، شلون تسوي patient transfer، شلون controlling the hemorrhage وال airway breathing، ده يكون لازم تحافظ عليهم. بعدين تجينا disability و neurological deficits. اول موضوع راح ناخذه بالامرجنسيز هو انستابل بيلفيك فراكشر. كلاسيفيكيشن اوف انستابل بيلفيك فراكشر، اكو حسب التاير كلاسيفيكيشن واكو حسب يونج بيرجس. يعني انا بس هيك بتوضح لكم انه عاده ان الانستابل بيلفيك فراكشر انفولفينج ذا بوستيرير بيلفيك رينج، واضح؟ اما كان يونيلاترال او بايلاترال انفولفمنت اوف بوستيرير بيلفيك رينج، هاي كلش مهمة. هنا صورة للإكس راي بيها شوفنا، يعني شوفنا ال anterior pelvic ring بس بيوس دايسيسز والبوستير يعني هيد الرو شون ب شوز ب بوستير ساكوينيك جوينت ديستركشن. هنا الصورة of side impact ممكن يجينا لاسوريشن from this trauma. and احنا اهم شيء هو reducing the pelvic volume، يعني كأنه أنا هذا الحجم هسه اللي open pelvis كأنه هاي عندنا مفتوح، هالشي مفتوح، كتاب مفتوح، وأنا أحاول إنه أغلق هذا الكتاب. The aim is to reduce the pelvic volume. اللي يستوي بالطوارئ هو إنه ترجعون حجم هذا pelvis حتى ما يأخذ كمية كبيرة من الدم، حتى ما يساعدنا further blood loss. Reducing blood volume of the pelvis and allow for tamponade to occur. Stabilizing the pelvic injury and clot formation and then prepare for auto transfusion. Allow auto transfusion دوري يعني اللي ياخذون الدم مالته بنفس الدم ممكن يستفاد من عده وينقله لنفس الشخص. Cell saver ماشيين. Modalities of the بالامرجنسي انا شو اسوي؟ المودالتيز اوف unstable pelvic fracture عندنا pelvic binder، راح نشوف صورتنا اذا موجوده. هنا عندنا البلفيك بايندر، خلينا نرجع هذه بيت شيت اند ارتريال كلام، يعني مثل القارصه ارتري اذا شايفين بالطوارئ او بالعمليات ارتري كلام. بيت شيت يعني هذا ال يعني قطعه مال قماش والفها حول المريض واقرصها بالارتري. نيماتيك انتي شوك جارمنتس اذا عندنا بالطوارئ اقدر اخلي هي هذه البدله اللي بالنص بها يلبسوها للطيارين حتى يقلل برفل اديما اللور لمز. هاي ايضا تحافظنا على البرفل فوليوم. نيماتيك انتي شوك جارمنتس او سي كلام او اكسترنال فيكسيتر. سي كلام هاي الصوره اللي على اليمين بالاسفل، والاكسترنال فيكسيتر هذا اللي اما اليك اطبقهم على الانتيرير يعني بيهايند انتيرير سوبريا اليك سباين، او اخليه سوبرا استابلر كلام. يعني بالنسبه للشانزات بالاكسترنال فيكسيشن، الاكسترنال فيكسيشن مو يعني هاي تعتبر امرجنسي ميجر، يعني ممكن يعني صح هو يحتاج يعني اورثوبيديك سيرجن، لكن يعتبر امرجنسي ميجر ما يعتبر ديفينيتيف ميجر. امرجنسي تريتمنت اذا
بالإضافة للـ airway breathing circulation with disability والـ exposure. عندنا الـ pelvic binder والـ C clamp والـ external fixator. ذني متوفرات اللي حشوفهم من الطوارئ ممكن بس الـ binder والـ external fixator، لا الـ anti-shock garments ولا الـ C clamp. موجود external والـ pelvic binder. هسه هذا أول موضوع. إذا واضح أو أي اعتراض أو أي فك، يعني نفتشكم عن الموضوع الأول. Unstable pelvic fracture. أنا أرجع الـ pelvic volume. ثانيا أثبت هذا الشيء قدر الإمكان. بايندر أو شيت، يعني آخذ فتشي تاول بالطوارئ قماش ألفه حول حوض المريض. وأقرصه بآرتري كلام. وأخلي له external fixator كإمرجنسي ميجر. بس إن شاء الله واحدة اللي حاضرين خلي يسمعون هاي المعلومة. الإكسترنال فيكسيتر ما أقدر أخليه إذا واحد عندي لاتشال كومبرشن فراكشر. ليش؟ لأن أنا أحاول أسدل هذا الكتاب المفتوح، أسوي كلوجر تو ذا بوك، أوبن بوك فراكشر والفيرتيكال شير. عادة أقدر أخليه إكسترنال فيكسيتر، لكنه اللاتشال كومبرشن اللي عندهم رابتشر أوف ذا بوستيريور وينج اللي هي الديك وينج ساكرال فراكشر، ما اقدر اخليهم اكسترنال، لان اكسترنال من اسوي له كومبرشن واي احاول اسده حيزداد الريسك مال فيردر بوستيريور انجري، بوستيريور ساكو اليك، بوستيريور ساكرال ساكو اليك جوينت، ساكو اليك ليجمنتس، فيردر ديستربشن راح يصير بها، وبالتالي ميبي فيردر نيرف انجري. اوكي، وما راح يسيطر لنا على، لان انا اسد الكتاب كانه من الامام وينفتح من الخلف. Compartment syndrome كتعريف هو elevation of interstitial pressure in a closed osteofacial compartment. كلكم تعرفون شنو الكمبارتمنت، حجرة محاطة بالفايبرو أوسيوس شيت، فايبرو أوسيوس يعني ممبرين، هذا عادة يحتوي لنا المصل والنيوروفاسكولار بندل. هذه الحجرة تأخذ بها حجم معين، لما يزداد اي محتوى على حساب الاخر حيكون. يعني انا لما يصير عندنا بليدنج، هالبليدنج حيضغط لنا على الموست تينيوس ستراكشرز اللي هن ببدايه الكابيلاريز ممكن، او اضعف من عندها منه بعد الفينوس، يضغط لنا على الفينوس وول بالتالي يخلي الفينوس تيرن. يحتوي على مايكروفاسكولار كومبرمايز اند ريزلتنت اسكيميا اند نكروسيس. بس يبقى delayed و undiagnosed و untreated ممكن يسوينا اسكيميا وبالتالي necrosis. عادة normal intracompartmental pressure هو 0 إلى 10 ملم مركوري. acute compartments عندنا 2 measure، إما absolute compartmental pressure لأقيسه مباشرة، أكو قياس أقيس compartmental pressure اللي هو acute pressure 25 إلى 30 ملم مركوري وأكثر، هاي أبسوليوت بريشر. أكو شيء اسمه ديفرنشيال بريشر اللي هو الدايستول ناقص الانترا كومبارتمنتال بريشر. فرق الضغط بيناتهم، فرق الضغط إذا كان قليل معناتها الانترا كومبارتمنتال بريشر ارتفع إلى مستوى كلش قريب من الدايستول. طبعا هذا القياس ما أقدر أقيسه المريض إن شوك، لازم أسوي ريسستيشن، لأنه الشوك ممكن ما يعطينا قراءة صحيحة للدايستول، فبالتالي ما أقدر أعتمد على الديفرنشيال بريشر إن شوك بيشنت. خلوا بالكم هاي المسألة، فلازم أصحح البلد بريشر أوف ذا بيشنت بعدين أقيس الديفرنشيال بريشر. إنكريست كومبارتمنتال بريشر ليد تو إنكريست فينوس بريشر، يزداد على الفينوس ريتيرن، ديكريزينج ذا أرتيريو فينوس جريدينتس resulting in muscle and nerve ischemia. Why it is dangerous? On nerve وعلى muscle. On nerve ممكن إذا كان temporary سوينا neuropraxia أو ممكن يصير بها healing، لكن إذا كان long term سوينا ischemia وبالتالي nerve cell death. On muscle ممكن سوينا contracture
يعني اذا كان اسكيميا وديبرايد من اوف بلاد سبلاي، بالتالي ينتهينا بالفولكمان اسكيميك كونتراكتشر، او ينتهي بجانجرين هاي ليت ستيج اللي هي انتريتد، راح تنتهي بجانجرين او امبوتيشن اوف ذا ليم. بالكمبارتمنت عندنا فيشيس سيركل، يعني هي حلقه مفرغه، لا يعني شيء يحث بشيء، يعني مثلا reduced blood flow سوينا اسكيميا، الارتيريال دمج ايضا تسوي اسكيميا. الاسكيميا ايش حيصير نتيجتها؟ بما انه اسكيميا تنتهينا الاوديما، اوديما فازو دايليتيشن، الفازو دايليترز يعني الانفلامتري ميدياتر بتحرر من البلد فازلز، بالتالي سوينا من ضمنهم فازو دايليتيشن، يزداد الانترستيشيال اوديما. الدايركت تروما ايضا سوينا اوديما، بالتالي يزداد الانترا كومبارتمنتال بريشر. انترا كومبارتمنتال بريشر هو معناته الكومبارتمنت سندروم، لما يزداد الانترا كومبارتمنتال بريشر. انا اقطع هاي السلسله بالفيشيتومي، اذا تركناها نفسيتها الانكريز انترا كومبارتمنتال بريشر، ما قطعناها هاي السلسله يزداد الريدكشن اوف بلاد فلو، وبالتالي نفس الحلقه حتزداد. المميز مالتها هو البين، ساين سيمتوم كلها بين. اذا تشوفون الكلينيكال فوتوغراف اوف بيشنتس وذ فوت والفور ارم اوف بيشنتس، هاي بليستر، البليستر هي واحده من الساين اوف كومبارتمنت، يعني انكريز انترا كومبارتمنتال بريشر، سواء كان وات ايفر ذا كوز، سواء كان بيرن كراش انجري، بيرن الدي جلوفينج انجري، او هافي تروما، كل اللي زود لنا الانترا كومبارتمنتال بريشر. وهنا البلستر هاي واحدة من الستيج 2، تعتبر هاي اللي هو بيرن، سواء كان قلنا سواء كان الكترا كوتري او الكتريك شوك، يعني سواء كان او بيرن او تروما. هنا صورة يوضح لنا الليج بالكروس سكشن، شوف المسلز والان بتوين نيوروفاسكولار بندل وذن ذا فاتي انشيت، يعني لاير هاي اللي بالانتيريور والبوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج. بالانترا كومبارتمنتال بريشر انكريمنت، شوفون المسلز وين راح يضغط على اللي هنا حل الفاتي اريا، حيضغط عليها يزداد الانترا كومبارتمنتال بريشر وذن ذا مسل، يزداد بليدنج ويزداد الاوديما، حتضغط على النيوروفاسكولار بندل. شوفوا اتجاهات السهم على هاي المنطقة الفاتي اللي بيها anterior anterior neurovascular posterior neurovascular bundle، ويضغط على البرفري، يعني بيزداد القطر بالضغط على المناطق اللي هي أقل قوة، هي اللي منطقة اللي تخضع للضغط حينضغط عليها أول. هنا two incisions of the fasciotomy of the leg، احنا عندنا ال two incisions نقدر نحررهم بين four compartments، anterior و lateral بال anterior lateral incision، وال posterior و medial incision حررهم بين posterior superficial و deep compartments. signs symptoms mainly هي ال pain اكثر شيء اعتمد عليه، المريض symptom هو pain out of proportion كسيمتم، و pain كساين pain on stretching of the involved compartment. مثلا انا عندي بوستيريا كومبارتمنت صاير اسوي دورز فلكشن ستريتشنج للفلكسر ماسلز، اذا عندي انتيريا كومبارتمنت اسوي بلانتر فلكشن اوف ذا بيكتو، بلانتر فلكشن اوف ذا توز، حيسوي لنا سيفير بين بالانتيريور واللاترال كومبارتمنت. ماركت سوالينج، بروجريسيف نيوجيكال ديفيسيتس، نيوجيكال ديفيسيتس عاده تجي بروجريسيف، يعني مو هي المين سيمتوم، تدريجي حتجي تصعد يعني. ورابد ال 5 بيز 7 بيز كلهم اجن ليتر اون، بس اهم شيء البين بريشر، يعني بين اون تندرنس، طبعا بين تندرنس ايضا اون بريسنج ذا انفولد كومبارتمنتس، باراستيزيا انفولد اوف ذا انفولد كومبارتمنتس وذ ديستال تو ذا كومبارتمنتس، والباراليسز اسال المريض قول له حرك هذا الاصبع او شيء بعد ما يقدر يحرك، هاي حكي ليت سيمتوم. بالس ممكن ريديوس
لكنه البلس برزنت does not exclude compartment syndrome. بيل ايضا هتيجي ليت لانه الارتريال يعني كومبرشن يجي ليت، اول ما ينضغط الفينوس بعدين الكابيلاري بعدين الارتري لانه ثيك وول. كومبليكيشن ريليتد تو ذا كومبارتمنتس هو ليت سيكولي، ممكن تجينا الفولكمان كونتراكتشر، ويك دورز فليكشن ايضا، كلوتو هاي از كومبليكيشن طبعا اوف ذا ميست كومبارتمنت، سنسوري لوس، كرونيك بين، ممكن تنتهي بامبوتيشن لانه راح تنتهي نون فانكشنينج لم. مانجمنت رغم انه الكومبارتمنت كل يعرف انه سيرجيكال مانجمنت، لكن اكو بي لاين اوف نون سيرجيكال مانجمنت، لازم تنين المجهز تطبقهم قلنا قبل لا نسوي اي شيء. ريموف اني تايت باندج، انا مثلا جبس ايدي يجي اجي للطوارئ عندي ساين اوف كومبارتمنت، اول شيء لازم توخر الباندج، تقص الباندج، يقول لك هذا بس مجرد اني اقص الباندج وخرته، هاي اول خطوه. تقدر بعد تقلل من البشر يعني فول باي 30% when the cast is split in one side، مريض مسوي له كاست كامل يعني سلندر كاست دائما داير الطرف، مجرد انه افتح من طرف واحد تقل بريشر باي 30% after the cast spread 60% حيقل، قصة منها ومنها حيقل 60%. split the padding يعني انا مو بس الكاست اشيله، اشيل القطن reduced by further 10%. complete removal of the cast كله توخره 10% اضافي. اذا واخر شيء total removal of the cast by 85% sorry يوصل حتى 90% by just taking off the blaster كل البلاستر بما فيه تايت يعني underlying bandage كله لازم يشيله، شيل الدريسنج، شيل السوتشرنج، كل هذا ممكن يقلل يعني الانترا كومبارتمنتال بشر. elevation بس هنا ركزوا عليها كلمة elevation، لازم احافظ على اللم at the level of the heart above is above the heart يزود لنا risk of ischemia to the limb. إذا خلينا elevation below the level of the heart يزود الريسك مال أوديما، بالتالي نيات ما مقبولات. good oxygenation لازم مريض تعطي hyperbaric oxygen. hyperbaric إحنا ما عدنا بالطوارئ بس لازم ensure good oxygenation، لأنه oxygenation mean delivering of the oxygen to the injured tissue. ensure patients normotensive، قبل شوية قلنا انه ما اقدر اقيس الانترا كومبارتمنتال والديفرنشال بريشر اذا ما اعدل البلد بريشر اوف ذا بيشنت. كل هاي اللاين اوف نون سيرجيكال مانجمنت كلها مهمة. سيرجيكال مانجمنت هي فيشيتومي، طبعا تفتح الاسكين والفيشيا كلها تفتحها وتحرر كل الكومبارتمنت اوف ذا انفولد باي ذا كومبارتمنت سيندروم. مهمة جدا when the fascia is cut to relieve the tension عادة result in loss of the يعني commonly treating the resulting loss of blood pressure blood flow to the limb. أنا دائما من أحرر الفاشيا أتأكد إنه complete fasciotomy done، يعني مو أسوي جهة وأترك جهة، مو أسوي الإكستنسر وأقفل الفلكسر. عادة يعني an injured limb involved in all compartments. لازم نتأكد انه مو بس مثلا proximal part released، لازم نتأكد ان distal part ايضا released from the compartment، لازم باي فاشيتومي. هنا انا صور للبرنسبل شو اسوي اني كبرنسبل. early diagnosis بالفاشيتومي لازم يعني within golden time، يعني المريض مو يجينا مثلا بعد الجولدن اورز اسوي فيشيتومي، يعني هذه
واحدة من الأشياء اللي تواجهوها إنه ممكن المريض يجينا بعد مثلا 10 ساعات، بعد 10 ساعات، لكن المريض شو وقت بدأ كمبارتمنت مالته؟ شو وقت بدأ؟ هنا مهمة المسألة، إنه المريض مثلا انضرب قبل 8 ساعات، وجا خلال هاي 8 ساعات، أوكي بعدها still within the accepted time اللي هو 6 ساعات golden time، لكن مريض مثلا اجانا قبل 12 ساعة مضروب، انا بعد ما اقدر اسوي فيشيتومي. لو اقدر اسوي فيشيتومي اظل بحيرة. اسأل المريض شو وقت بدأ الالم؟ ممكن مثلا قبل ساعتين من وصوله للطوارئ. شو وقت بدأ الالم؟ افحص المريض اذا اكو ساين اوف فايابيلتي، يعني مو واصل لمرحلة انه اسكيميك لم. بالاسكيميا بعد ما اقدر انا اسوي فيشيتومي، يعني من يعبر الجولدن تايم تبقى الدور يعني كويشنبل، هل انه المريض وصل كومبارتمنت بريشر، صار يعني وصل انترا كومبارتمنت بريشر، وصل عالي قبل 6 ساعات لو خلال ساعتين ثلاثه من البرزنتيشن. يعني ممكن الانسان يضرب قبل 12 ساعه لكن كومبارتمنت قبل ساعتين اذا صار. فهنا نعتمد على الكلينيكال دايجنوسز، ايرلي دايجنوسز. شو اسوي؟ تأكدت انه هو within golden time انا بدي اسوي فاشيتومي. long extensile incision، يعني مو افتح proximal وعوف الديستال بار، افتح الديستال وعوف proximal، release all facial compartments، preserve the neurovascular bundle، يعني مو افتح افتح الفيشل اسوي injury to the superficial nerves. مثلا نفتح الانتيريور lateral incision بالليك يواجهنا superficial peroneal، يعني مو بالشفة افتح واضع قبل اقص السوبرفيشال بيرونيال، حضر المريض اكثر مما تنفع لان حينتهي بينفل نيوروما هاي سيفير بين، ديبرايد اول نيكروتيك تيشو، شفت قدامك نيكروتيك تيشو لازم تسوي ديبرايدمنت، كلها شيلها، عنده شيء على المصل ما يصير تسوي ديبرايدمنت للنيرف، قليل جدا انه نشوف دامج او نيكروتيك نيرف الا يجينا مثلا صار له كم يوم وفات، حتى باي ذا واي فور اذر ريزن تلقي النيرف نيكروت، مع ذلك تحوفه تنتظر يعني تعطي انذر تشانس. كفر ذا وونز وذين 7 تو 10 دايز، احنا بدنا نحكي على سكندري كلوجر، يعني برايمري كلوجر انا ما راح اسوي اصلا، مجرد افتح الفيشيا واعوفها اسوي ويت دريسنج او اقرب تقريب اذا ببالي انه بس اقرب حتى ما يصير بي يعني سكن ريتراكتد اندز. هاي اللاين اوف انسيشن بالنسبه للفور ارم والهاند بس بيوضحها قدامك، والفوت ايضا هاي الصور بس حتى تشوفون كومبارتمنت اوف ذا فوت هاند اند فور ارم والليج. هنا تو لاين اوف انسيشن بالليج، بالفوت احنا عندنا ماني لاينز اوف انسيشن، ميديال اثنين، دورزال واحد، لاترال وواحد ممكن كالكينيال. بالهاند عندنا تو دورسال انسيشن، ثينر بالمر انسيشن وهايبو ثينر. بالفور ارم سنجل فولر انسيشن، ممكن اسويها سنجل دورسال او ما احتاج احيانا، بس اكثر شيء يجي الفولر، ان بلك اوف ذا مسل هو بالفولر اسبكتس. انتهى الموضوع الثاني. الموضوع الثالث هو فراكتشر وفاسكولار انجري. فراكتشر وفاسكولار انجريز مثل ما تلاحظون انه عندنا سيرتن فراكتشرز عارف ان ادجيسنت تو ذيس فراكتشرز يجينا المين فيزل اوف ذا لم. احنا ليش يعني نهتم؟ لانه هو المين فيزل، لو كان مثلا يعني نون سيجنفيكانت مو الميجر فيزل ما اهتم له ولا اخذ بالحسبان. مثلا سوبرا كوندايلر انجري في البريكال ارتري، سوبرا كوندايلر هيومرس فراكتشر، سوبرا كوندايلر فراكتشر فيبر انجري في البوبليكال ارتري، مثلا ديستال تيبيا انتيريور تيبيا ارتري او بوسيا تيبيا ارتري، ده يعتبر ميجر ارتريز. بالنسبه للسوبرا كوندايلر عاده ممكن يجينا طفل سوبرا كوندايلر ديستال بالس ابسنس، سوبرا كوندايلر فراكتشر فيمر ممكن يجينا ويا ديستال بالس ابسنت، لان بوبليتيال هو الميجر بلس سبلاي تو الليفر لمب. كذلك بريكيال، بينما مثلا انتيريا تيبيال نان سيجنفيكنت اذا كان انجور، بوستيريا تيبيال
بس حتى يوضح لك انه اكو vascular injury with these fractures. Peripheral injuries account for 80% of all vascular trauma. يعني بالنسبة لل vessel injury 80% من ال vessel injury بشكل عام in general. يعني ممكن يجينا brachial, ممكن popliteal, بس قليل انه يجينا ال central, يعني major arteries. Lower limb extremity involving the 2/3 of all patients with vascular injury. يعني lower limb أكثر من upper limb. 90% of patients with vascular injury هو male, لأنه عادة متعلق بالعمل. أكثر شيء related to the heavy work. يعني عادة هم ال male related to the heavy works, accidents, blast. أكثر شيء male. يعني مواجهة هاي بالطوارئ بالشارع أكثر شيء, لأنه العمل حيواجه الرجل يعني عارة الأعمال الصعاب وغيرها يواجهها الرجال. Industrial work أغلبيتها هي male. Complex extremity involving both arterial and skeletal injury, رغم إنه هو rare, يعني both at the same time rare, ترى يعني مو common, يعني إيش قد يجينا كسور, لكنه rarely يجي وياه مثلا vascular injury. يعني vascular injury required repair, أقصد. واضح؟ Combined arterial and skeletal trauma impact substantially high risk of limb loss. يعني مثل ما تشوفوا انه لما يجون اثنيناتهم, لذلك rare, لما يجون اثنيناتهم بها risk of limb loss. فلذلك هذا من لطف رب العالمين انه rare presentation. And limb morbidity, يعني تنتهي limb functioning limb عادة أو amputation أو إلى آخره. Then do isolated skeletal and arterial injuries. يعني لما يجي واحد بوحدة من عندهم أهون بكثير من إنه يجين combined. Gunshot wound عادة هي تأخذ الحصة الكبيرة 70 إلى 80% من الفاسكولار injuries باللم. That require intervention. Stab wound تجي أقل بعد. Blunt trauma, presence of fracture or dislocation أيضا يزيد لنا risk of injury. Iatrogenic mean surgeon induced 5% of the cases. Examination, هاي النقطة الأولى على اليمين الباراجراف كلش مهم. إذا كان البلس present and normal شو أسوي أني؟ check the ankle brachial index, عندي limb injury و suspicion of vascular injury سواء كان fracture أو dislocation. check the ankle brachial index, إذا كان أكثر من 9 just serial monitoring. Just إذا كان أقل من 9 سوي دوبلر أو LCT NGO. إذا كان confirm the injury راح نحتاج الفاسكولار سيرجن. Hard sign of vascular injury هو إذا شفت active hemorrhage أو pulsatile hemorrhage. هاي يعني أقول عليها أحلف عليها إنه هذه vascular injury. Pulsatile or expanding hematoma absolute high, hard sign. بعد ما أقدر أقول هاي ما بيها vascular injury. Sign of limb ischemia with elevated compartmental pressure. هاي بعد أكيد أكيد أقول أكو vascular injury. Soft sign of vascular injury associated هي hypotension, shock, neurological deficits. ليش؟ عادة هي associated with the vascular injury. In contrast, ischemic neuropathy اللي يجي يعني هو يعني ال neurological deficits يجي مو نتيجة الاسكيم, نتيجة الاسكيمي يعني due to primary injury occur immediately after injury. يعني neurological injury associated with vascular injury
due to trauma in contrast to the ischemic neuropathy that delayed, يعني usually delayed presentation. واضحة النقطة لو يعني أكفت مشكلة بينا. يعني أنا يجيني واحد عنده neurologic primary nerve injury عادة تجي immediate onsets، بينما هذا ischemic يعني سواء كان reduced blood supply أو ischemic neuropathy usually delayed presentation، يعني مو immediately. treatment close the fracture عادة does not penetrate the skin. treatment شنو اللاينز بشكل عام يعني manipulation أهم شيء just simple manipulation improve the position of fragments هاي واحدة سبلنت temporary سبلنتج شنو متوفر عندك تقدر تسوي سبلنت سواء كان يعني وايرات عادية سيم عادي كارتونة خشبة متوفرة شنو متوفر يمك انت بمركز صحي بعيد بس مجرد انه سبلنت support the limb preserve the joint movements يعني انت حاول انه من تسوي immobilization لا تثبت الجوينت وتقفله قدر الامكان reduce to adequate position يعني انا شفت تو angulation at the fracture size both bone fractures حاول انه just oppose these two end and return to the normal alignment regaining the normal alignment of the bone fragments يعني bone ends external ايضا يعتبر temporary measure عادة نحتاجه بال اللي limb with vascular injury هو temporary measure The benefit of external, it was definitive as definitive treatments historically. الآن بعد ماكو شيء اسمه external fixation definitive. تبدل كله internal fixation, nail وإلى آخره. Can be applied almost always and anywhere or everywhere. External proximal humerus, humerus, thigh, knee, كله أقدر أسوي external fixation. ايضا يفيدنا اذا عندنا سيفير سوفت تشو انجري اوخر الضمادات الخارجيه واخر التجبيس اسوي اكسترنال حتى اقدر اعتني بالجرح مال المريض اقدر ابدل الضماد واني مرتاح ما يتحرك الطرف في نفس الوقت المريض ما يعاني مشكله ادفانتج هو ايزي اند كويك ريلاتيفلي ستيبل مو ابسولوتلي ستيبل نو فيردر دامج دان يعني الاكسترنال عادة هو مينيمال انفيزيف ما احتاج اسوي دايسكشن ولا احتاج اسوي موبلايزيشن فيردر ممكن يعني على وضعية هاللم انا اسوي الاكسترنال فيكسيشن انتهى الموضوع الثالث الريديوست ديسلوكيشن كومبليت اند بيرزيستنت ديسبليسمنت اوف جوينت ان ويتش ات ليست part of the supporting joint capsule and some of its ligament are disrupted يعني مشكلة يعني هنا انه انا رجعت او ما قدرت ارجع اساسا ليش لسبب انه اما جزء من الكبسول صار بي disruption بحيث انا لما ارجع الجوينت يرجع يخلع مرة ثانية او its ligaments او ligaments surrounding joints اللي هنا supporting ligaments صار بيها قطعت بعد ما يلزم الجوينت فبالتالي الريديوست او easily dislocated no joint is immune from dislocation كل هل ممكن يجن تقريبا ماكو واحد ما يصير بي dislocation حتى الساكرو جد هو stable ممكن يصير بي dislocation most commonly occur in the following order shoulder ياخذ حصة الاسد لانه shallow joint the stability عادة هي gained by the ligaments surrounding the joints and joint capsule and muscles hip joint although it's stable conical one joints لكنه it's liable for dislocation especially posterior type
البو ديسلوكيشن ايضا يعتبر ثيرد ان اوردر اوف ديسلوكيشن. ميتاكاربو فارنجيال فاسيت جوينتس اوف ذا سباين اي سي جوينتس اوف ذا شولدر. نحتاج انه هو اكثر شيء بالديسلوكيشن هو الراديوغراف انتيرو بوستيريور لاترال فيو سم سبيشال فيو سم تايم ريكوايرد. ممكن احتاج اوبليك فيو او اذر فيوز ان سيرتن سيتويشن. اطلب منكم تعرفون الاكس راي of the dislocated part or dislocated joints. You almost always ordering for AB and lateral. لازم تاخذ joint above and below. كلش مهمة حتى أفرغ. خصوصا إذا كان limb involved. CT scan أيضا gold standard especially in complex joint dislocation. مثل sacroiliac joint مثلا. Okay. Then كلش مهمة cervical spine. هاي مهمة جدا. نحتاج انه اوكسيبيتو سيرفايكل ايضا نحتاج سي تي سكان. برنسبل اوف مانجمنت فان شو اللي هدف ما عندي من ديسلوكيشن بالاكيوت ديسلوكيشن شود بي ريديوست از سون از بوسيبل. اوبن اوفر ريدكشن عاده ريرلي نيسيسري فور اكيوت ديسلوكيشن عاده يرجع. ايضا نحتاج قلنا سي تي ممكن احتاجها بالكاربال ديسلوكيشن كلش مهمة. كارسل بونز إلى آخره. closed reduction with end يعني analgesics أو sedation أو under general anesthesia. then كل ممكن أحتاجهن بالreduction. لكنه ممكن أنا أقدر أسوي reduction without any of these إذا كان ما عندي متوفر أي شيء معدهم. أنا بال بالشارع وشفت knee dislocation حاول ترجع before any other attempts. حتى لو تسوي المريض كل شيء ما تسويه رجع ال dislocation لأنه بها risk of vascular injury very high. Attempt first for the most uncomplicated dislocation. يعني أنا closed reduction أحاول وياه بأي طريقة حاول ترجع طالما هو uncomplicated. أنا حاول وياه وبعدين further measures اتخذ. complication بالacute injury to the neurovascular bundle. chronic يجون هذول delayed reduced dislocation. recurrent traumatic osteoarthritis يعني degenerative joint disease post dislocation. stiffness from the injury to the surrounding capsule. avascular necrosis إذا كان delayed reduction of the joints مثل الهب لما أكثر من 12 ساعة بها high risk of avascular necrosis. كذلك shoulder damage to the articular cartilage. myositis ossificans is that the risk إذا كان injury to the surrounding muscles. caution بس انتبهوا على هاي النقاط. Excessive force should not be used in closed reduction. لازم gentle closed reduction. Forceful manipulation may lead to fracture. Shoulder dislocation in elderly انت تحاول حتى ترجع اذا كنت تحاول gently ما يصير fracture بس اذا حاولت forcefully راح يصير surgical neck humerus fracture و easy fracture يعني ما تتصورها يعني ما تتصورون شلون ينكسر بسهولة. interposition of soft tissue أو bony fragments أو buttonhole of the bony fragment within the capsule مثل ما يصير بالknee dislocation posterior lateral knee dislocation is a buttonhole of the medial femoral condyle within the medial joint capsule. يعني مثل ما الدقمة الطب بالإزرار معناتها بيت مال الدقمة هاي يسمى button hole. هذا irreducible cell dislocation واحدة من indication for over reduction. may make closed reduction impossible. فbutton holing لما تشوف dimple sign anywhere فكر بالover reduction. let's say forceful multiple manipulation multiple trials يعني
remember, a good things to remember in this location. أول شيء, it's orthopedic emergency. Reaction should be quick and prompt. يعني حازم وسريع. Reduction should always better طبعا be under anesthesia or sedation. Swelling less common in compared to the fracture. هتتميز مثلا انه هذا fracture لو dislocation swelling دي اقل عادة. Movements are more restricted than in a fracture. شوف قل له حرك اللم بالفراكشر ممكن يشيل رجله لكن بالديسلوكيشن صعب انه يحرك مثلا ني جوينتس اذا كان ني ديسلوكيشن تقريبا مستحيله. Closed reduction is sufficient in most of the time. Open reduction is restored to specific indication. Reduction technique always it should be very gentle مثل ما قلنا قبل شوية forceful reduction maneuver ممكن يسوي نفس fracture pain maybe not subside after splinting okay يعني انت تخلي مثلا dislocation وخليت يعني المريض بس سويت له splints عادة الألم ما يروح إلا ترجع reduction هاي مهمة اكو اشياء يعني هاي بس حتى تظل ببالكم هنا انا افد few example of dislocations عندنا هنا مثلا shoulder anterior dislocation بالshoulder هو ال commonest اكثر من 95% anterior type يجينا عادة anterior to the glenoid labrum ياخذ ويا labrum ممكن ويجي anterior to the glenoids anterior aspects هاي methods of closed reduction عندنا هنا على اليمين فوق هي ستيمسون جرافيتي ميثود تفيدنا اذا كان بها ايضا وياها اسوشيتد فراكتشر هيومرس ايضا عندنا كوخر مانوفر هاي ما تحتاج اي تراكشن هاي واحده من الجنتل ميثودز اوف ريديوسينج انتيريور شولدر ديسلوكيشن جاست جنتل موفمنتس بوستيريور هيب ديسلوكيشن هاي كلينيكال فوتوغراف اوف بيشنت ويذ posterior hip dislocation اي واحد منكم يجاوبني في السؤال تسمعوني ولا شباب نعم دكتور نعم سمعك يعني وياي مركزين لو فاصلين لا لا دكتور وياك دكتور المواضيع اخرى ما تجزا يعني حاولت اختصرهم بالشيء اللي يفيدكم بس بالطوارئ لانه اكو يعني اكو فيرد مانجمنت اكو لاينز يعني كلش هواي بس احنا يعني قدر الامكان الاشياء اللي يشوفوها بالطوارئ واللي تسوونها شيء بالطوارئ يعني بس نعم دكتور عاشت ايدك هنا انا كلينيكال فوتوغراف عاده بالديسلوكيشن بوستيريور ديسلوكيشن اللم فليكس ادكتد انترنال روتيتد هاي كلينيكال فوتوغراف اوف بيشنت وذ هيب ديسلوكيشن بوستيريور تايب أنا جبت لكم الصور يعني هاي مثلا هنا أبتوريتر هاي مال أنتيريور هاي الوسطانية والصورة اللي على اليمين بوستيريور ديسلوكيشن هنا أنا ميثودز أوف ديسلوكيشن ريدكشن أول واحدة على اليمين جو هاي اسمها كابتن مورجان ميثود هاي اعتبروها نوفل ميثود والوسطانية اسمها ستيمسون أيضا ستيمسون مثل الشولدر هاي تفيدنا إذا عندنا فراكتشر فيمر طبعا اتذكروا البرون بوزيشن يساعدنا بها الجرافيتي افكت وياها بوستيريور بريشر دايركت فورس هاي تفيدنا بالفراكتشر فيمر ايضا نقدر نسوي ادكشن فور ديسلوكيشن وهاي ال واتسون جونز اللي على اليسار اكو بعض الاخصائيين حافظيها باسم اليس هي مو اليس هاي اسمها واتسون جونز مانوفر هاي دائما نستخدمها احنا بالطوارئ نرجع بها البوستيريور والانتيريور سهله بس الاسيستنت يثبت الدلفس وانت تسحب اما انتيريور اذا كان بوستيريور ديسلوكيشن او تدفع بوستيريور اذا كان انتيريور ديسلوكيشن وممكن تساعدك اللاترال تراكشن ايضا واحد يجر الثاي باتجاه اللاترال اسبكتس
هنا أنا البو ديسلوكيشن. هاي صورة بوستيريور البو ديسلوكيشن. الصورة اللي هي كلينيكال فوتوغراف اوف بيشنتس وذ بوستيريور ديسلوكيشن. دي يسوي له ريدكشن. شو هم باي جرافيتي ويسحب يسحب اكزيل ويدفع من البوستيريور اسبكت اوف ذا اليكرانون. الاكس راي جواها هاي بوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا البو جوينتس. ايضا عندنا كلينيكال فوتوغراف هاي صورتي ان جوا على اليمين والوسطانيه هاي بيشنت وذ بوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا البو بس حتى تشوفون شلون يجي المريض. هنا عندنا ميتاتارسو فالانجيال اوف ذا فوت وانتر فالانجيال اوف ذا هاند. انتر فالانجيال ديسلوكيشن دورزال ديسلوكيشن اثنيناتهم. شوف الميثود اوف ريدكشن اوف انتر فالانجيال ديسلوكيشن بالهاند. ريدكشن تكنيك هنا يسوي تراكشن وبرشر على البوستيريور اللي ديسبليست ميدل فالينكس و فولر بريشر على البروكسيمال فالينكس. يحاول يعكس الدايركشن اوف ديسبليسمنت حتى يسوي ريدكشن. بوست ديسلوكيشن مثلا هنا عندنا هنا الصوره اللي فوق على اليمين باتيلر ديسلوكيشن. الوسطانيه ايضا باتيلر. كلينيكال فوتوغراف اللي على اليسار فوق هاي ني ديسلوكيشن. شوف شكلها مرعب جدا. ني ديسلوكيشن عندنا هنا صورتين اكس راي واحده جوا. من يقدر يقول لي هذا which type of knee dislocation؟ الصورة اللي على اليسار بالأسفل. anterior دكتور. شوف هذا الخطأ دائما يعني. posterior دكتور. عفوا عليك. احنا ال dislocation هو على distal part الموبايل part. انتبهوا على هاي النقطة. الموبايل part أنا أحكم عليه هذا anterior أو posterior. هذا posterior knee dislocation. الوسطانية شنو؟ اكسري بالوسط من يعرف؟ عفوا دكتور لاترال. لاترال احسنت. لاترال نيد ديسلوكيشن باتجاه الباتيلا الفيبيولا عفوا. زين الاكسري اللي على اليمين جوا بالاسفل هاي شنو اكسري؟ انتيريور باتيلر ديسلوكيشن الون الني جوينت انتاكت. لاترال باتيلر ديسلوكيشن اللي هو كومنلي باتجاه اللاترال اسبكت. هنا أنا كل ديسلوكيشن الى ميثود اوف اموبلايزيشن بوست ريدكشن. يعني كلش هواي بس اللي تعرفوه يعني خلوا ببالكم الشيء اللي تعرفوه انه افتر ديسلوكيشن لم شود بي اموبلايزد ان سلايد فلكشن. مثلا انا اسوي نيد ديسلوكيشن ارجع اسوي سلايد فلكشن بالني جوينتس واسوي سلاب باك سلاب واسوي تشيكينج. السلاب عاده باك سلاب يعني تجبيس خلفي اسوي باك سلاب عالي فوق الركبه ومد لحد الاصابع حتى اموبلايزيشن تو ذا ديستال جوينتس ونفس الوقت ني جوينتس. كل طبعا كل جوينت الى يعني وقت بالاموبلايزيشن وهذا الشيء يعني راح ياخذ معنا محاضره كلش طويله لو اريد احكي. بس لازم تعرفون انه بوست ريدكشن لازم نسوي اموبلايزيشن كل الجوينتات. هذا الوقت اللي يعطيه للاموبلايزيشن هو فور ريستنج تو دي سوفت تشو انجري. انا اعطيه هذا الوقت حتى يصير ريستنج دي سوفت تشو انجري حتى يصير بها هيلينج حتى بعد ما يرجع مره ثانيه يخلع. واضح؟ دكتور هاي بعد دكتور عيني بعد ريدكشن اسوي باك سلاب. باك سلاب بلي يعني اسوي سبورت للجوينت بعد ريدكشن. طبعا لازم تتاكد 100% صار بروبر ريدكشن. سو تشيكينج اكس راي لازم تسوي تشيكينج اكس راي لازم. واحيانا نحتاج تشيكينج سي تي سكان بس مثل الهيب جوينتس الريست الكاربال بونز التارسل جوينت تارسل جوينتس ذني كل المهمات اسوي سي تي سكان تشيكينج بوست ريدكشن. كذلك الهيب جوينت والساكرال يعني الساكرال. العفو دكتور. نعم الصوره الاكس راي على اليسار بلي هذه شلون صارت بوستير؟ يعني مو هذه الباتيلا وفي مره طالع قدام؟ عفي عليك من اللي يتحرك يعني الفرق جايات هيك بوستير ولا شنو؟ شوف حبيبي
اللي يتحرك هسه انت اللي يتحرك الجزء اللي يتحرك من عندك هو الطرف البعيد للقريب الطرف القريب لا لو سمحت لي هسه ياهو اللي طرف الحر الطرف الحر اللي هو يتحرك بطلاقة من هو الجزء البعيد من الجسم اي هذا الفيبيولا والتيبيولا التيبيولا والفيبيولا احسنت يعني الني جوينت الني جوينت اللي يتحرك هو الموبايل بارت هو اللي يصير بي يعني الموبايل بارت هو اللي يصير بي ديسلوكيشن مو البروكسيمال بارت البروكسيمال بارت هو ثابت الموبايل بارت هو اللي يصير بي ديسلوكيشن هو اللي يخلع ويطلع عن الطرف القريب فأنا وين ما يروح هذا الديستال بارت اقول هذا الديسلوكيشن يعني نرجع مثلا الفينجر هذا اللي حد يسوي هذا وين صاير الديستال بارت الميدل فارينكس والديستال وين رايحات رايحات دورزل فاقول دورزل ديسلوكيشن اوف بي اي بي جوينت واضح بعد ريدي قلنا وين رايحات بوستيريرلي بالالبو بعد بوستيريرلي اللي هو كمان فاقول بوستيرير البو ديسلوكيشن مثلا الهيب جوينت وين رايح الموبايل بارت مو هسه هو فراح بوستيرير مثلا احسنت لازم احكم على الطرف الحر اللي هو متحرك لان الطرف الثابت القريب ما يتحرك تبعا للطرف الحر واضح دكتور واضح شكرا جزيلا الطرف البعيد احسنت الديستال بارت هو يتحرك تبعا المن للطرف البروكسيمال فلما يتحرك الطرف البعيد راسا اقول والطرف القريب هو ثابت احكم عليه انتهت شكرا دكتور العفو قلنا انه بالديسلوكيشن اهم نقطه ريدكشن وتشيكينج للم اذا مثلا نيد ديسلوكيشن لازم اسوي تشيكينج للفاسكولار ستيتس الالبو ديسلوكيشن اتشيك النيورا فاسكولار بندل كل لازم تشيك بعدهم كل لازم تشيك النيورا فاسكولار بندل هو امبرايزيشن تو للم طبعا وستارت ذا فيزيوثيرابي از ماتش از بين بيرمت يعني شو وقت ما الالم بدا يخف ابدي احرك الطرف بس مثلا حسب مثلا هيب ديسلوكيشن اني ابدي احرك من ثاني يوم اقول للمريض يبدي يحرك حتى لو 5 درجات يبدي يزود درجه يوميه شوي شويه الى ان حصل فول رينج اوف موشن لكنه ستيل ان بروتكشن اخليه على تراكشن بعد الديسلوكيت بعد الريدكشن اسوي تراكشن لللم وسكيليتال تراكشن بالهيب جوينت طبعا واسوي موفمنتس ابدي احرك الهيب جوينتس البو جوينت اموبلايزيشن 5 تو 7 دايز ماكسيمم اكثر حينتهي بستيفنس والالبو جدا جدا نحس لان هو مور ذان 1 جوينتس عندنا راديو كابيتيلر راديو النر والكابيتال هيومرو راديو يعني الراديو كابيتيلر جوينتس وعندنا هيومرو النر جوينتس وعندنا راديو النر جوينتس لان ثلاث جوينتات لازم اسوي له كل ما يكون السيرفيس اريا اوف ذا جوينت ديسلوكيتد سمول ينتهي بستيفنس ايرليير الني جوينت ما ينتهي ستيفنس مثل الفرنجيز فرنجيز بسرعه يصير بيها ستيفنس واضح البو جوينت بسرعه يصير بيها ستيفنس بينما الشولدر هيب ني يبطى شويه ليش السيرفيس اريا كلش كبيره واضح ف الموفمنتس طبعا حسب الجوينتس اذا سمول جوينتس لازم ابدي ايرلي موفمنت حتى ما ينتهي بستيفنس واز بين از ماتش از ذا بين بيرمت مثلا بالالدرلي الهيب البو جوينت الشولدر جوينت ديسلوكيشن اسوي له موبلايزيشن فور 1 ويك جاست باليانج اخليه 3 اسابيع ليش حتى احافظ على الجوينت كبسول ما يصير بيها انجري باليانج اقدر ارجع بعد الثلاث اسابيع اقدر اسوي ريهابيليتيشن ايزلي لكن بالالدرلي بس اجبس اسبوعين يا ابر اسبوعين ثلاثه هينتهي بستيفنس اوف ذا شولدر واحده من الكومبليكيشن اللي واجهها هي ستيفنس فلذلك لازم اسوي ايرلي موفمنتس ايرلي شولدر موفمنت البو جوينتس ماكسيمم 5 دايز اني انترا ارتيكولار تروما تو ذا البو جوينت شود بي امبولايزد نو مور ذان 7 دايز مرات يجي مريض مجبسيه مثلا راديال هيد فراكتشر مثلا مجبسيه 3 اسابيع وهو مثلا عمره 60 سنه هذا بعد مستحيل
انه يرجع بسهوله. يعني المريض حيعاني معاناه حتى يمد الالبو جوينز او يثني. فالموبيلايزيشن 7-10 دايز والدور راسا ايرلي فيزيوثيرابي رابد، لازم اكتف مو باسف، يعني مو مريض الجر اللي يجر، لا اكتف موفمنت، يعني هو مريض يحركه. بعد هيب ديسلوكيشن اموبيلايزيشن اللي ذا يانج اخليه حتى 6 اسابيع اقدر، بس اذا ايلدرلي 3 اسابيع واقول له، يعني مو معناته اخليه 3 اسابيع ابسوليوت ما احرك، لا يحرك يبدا رينج اوف موشن ان ريستنج بوزيشن، ما يدوس ولا يعلق رجله ولا يوقف، يحاول انه هو سوباين بوزيشن ويحرك. باليانج اقدر اخليه حتى 6 اسابيع سوباين بوزيشن ويحرك، يوصل 90 درجه يوفر 90 ممكن هابد ديسلوكيشن، لانه الايفنت اوف ديسلوكيشن سو سيجنيفيكانت سوفت تيشو انجري، يعني سوفت تيشو انفولفينج دي كابسول واللابرام والليجامنتس سراوندينج دي جوينتس. انتهى الموضوع، نيجي هسه تروماتيك امبوتيشن. طبعا تروماتيك امبوتيشن يختلف عن الكونجنتال امبوتيشن، يعني يجي طفل اصلا عنده امبوتيت الدم، جاست تروماتيك نتحدث. هاي احنا المواضيع قلنا عليها اللي هن امرجنسيز ان اورثوبيديك. تروماتيك امبوتيشن defined as surgical or traumatic separation of the limb or a bandage from the body. Traumatic amputation may involve any part or extremity, part of كل الاكستريميتي including the arms يعني hands, fingers, feet الى اخره. Causes road traffic accidents at the top. موتور فيكل، رود ترافيك الى اخره، سواء كنت باسنجر درايفر، سواء كنت يعني ريستريند باسنجر او لا ان ريستريند، لان كلهن ممكن يسوون لنا تروماتيك امبوتيشن. بس هي ات ذا توب هي الموتور فيكل اكسيدنتس، يعني حوادث الشوارع والسيارات. ترافيك يشمل كل شيء، يعني موتور فيكل، كار اكسيدنتس الى اخره، ترين الى اخره. ورك بليس factory construction work، لأنه هنا industrial injuries industrial trauma، لذلك احنا قلنا مساء الميل اكثر. agricultural injuries لأنه ادوات مع مكاين الزراعة، مكاين الحش وغيرها الى اخره، كاروبو الى اخره، عندنا الادوات اللي ادوات زراعية ممكن تضرب من الطرف. firearm explosive firework accidents دور الحرائق وغيرها الى اخره من الاحداث مع الانفجارات وغيرها. الكتروكوشن اكسيدنتس يعني الحرائق والصعقات الكهربائيه، يعني الحرائق الكهربائيه اقصد، يعني بيلدينجز اند كار دور اكسيدنتس، يعني واحد توقع مثلا على 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 مثلا على ايده مثلا باب مال سياج، باب مال سياره مثلا، حائط مال مثلا بيت، جدار كامل سقف يوقع عليه. animal bites مثل ايش؟ يعني مو انيمال عادي طبعا، شارك مثلا، كروكودايل، كامل مثلا. واحد انا اتذكر طفل مره، طفل شيء نعم تكرمون عض المطعم عض قاطم ايده بعيني هاي شفتها. self mutilation يعني suicide اعتقد مقصود بها. RTA the most common followed by industrial and agricultural. Initial assessments. Patient presents usually with amputated arm. يعني ممكن هو بعد شوي مشلبة أو مقطوعة تماما. Clinical examination is very important. هنا ليش؟ لازم نسوي proper assessments. لأنه بالamputated parts لازم تعرف شنو اللي مقطوع، شنو اللي باقي، شنو اللي بالضبط، وان الليفل اوف امبوتيشن. انت از دكتور لازم تحدد اكزاكتلي وير از ذا ليفل اوف امبوتيشن، يعني كل شيء لازم يكون بدقه. الوصف يهمنا طبعا، يعني التارسل بون مثلا، المدفوت، يختلف يعني وصف الامبوتيشن. such injuries are associated usually with other injuries مثل head chest abdominal trauma أو significant other musculoskeletal trauma. هواية مثل pelvic, back وإلى آخره. Pain management should begin
برونتلي لازم أصل مريض مهدئات ألم فظيعة لازم يعني لأن ألم فشي ما يحمل بالإمرجنسي ديبارتمنت and proper medication should be given to alleviate the pain. لا تنتظر المريض يطلب ما عندك انطيه I in pain المريض ما حيخليك تسوي كل شيء قبل أن تعطيه مهدئات ألم ممكن حتى نيرف بلوك بهاي اللحظة ممكن إذا كنت أنت يعني حاضر تعطي نيرف بلوك judiciously performed under experienced hand إذا أنت ذكي ممكن تسوي ankle block تعطي infiltration للنيرف supply to the ankle joints wrist block ممكن إذا أنت شاطر ممكن تعطي axillary block مثلا أوكي عندك ultrasound وبالطوارئ تعطي axillary block أو nerve block ankle joints مثلا كل هذه المهمة ديجيتال بلوك واحد عنده تروماتيك امبوتيشن للديجيتس ضد ديجيتال بلوك اذا انت يعني انت ما يطلب فشي يطلب 5 سي زلزال اوكي يعني تسوي لك يعني فشي فظيع جدا من الفائده فوكس شود بي وين اون ذا بيشنت از ا هول نوت اونلي ذا لم يعني المريض جايني عنده امبوتيشن ما اعوف كل الطرف كل المريض والزق بهذا الشيء المبتور لان عنده هواي ممكن اشياء اضافيه Bleeding should be controlled with any methods, سواء كان elevation of the limb, gauze, tourniquet. لازم شنو التورنيكي؟ مرات يجي المريض مسوي تورنيكي. انتبهوا على التورنيكي. ممكن كل احنا نعرف انه نسوي التورنيكي. لكن هنا لازم تنتبهون انه التورنيكي اذا خليته المريض راح ما وصل للطوارئ بالوقت المضبوط. انت جنيت عليه. يعني مثلا تروماتيك امبوتيشن بالفوت وانت خليت تورنيكا بالثاي والمريض راح واهله بنشر تاير تعطل ما ادري شنو راحوا منه اهله نسوا غفل المريض الى اخره عدت اسباب وتعددت الاسباب طبعا المريض ما وصل بالجولدن تايم المريض حينتهي باباف ني امبوتيشن من سببك انت واضح يا شباب لذلك التورنيكي is the last option البرشر تخلي ضغط ايدك تضغط وتضب عليها ضبة قوية هاي هي يعني مثلا عندك مثلا anterior tibial artery injury فرضا ويا ankle dislocation مثلا ankle dislocation ankle trauma صاير amputation at the level of the ankle joints تخلي باكات هواي وتضبهم ضبة قوية ما تسوي التورنيكي above knee المريض اذا راح لأي سبب من الاسباب وتأخر وعبر الجولدن تايم حينتيب أبوفني أمبوتيشن يعني من أنكل قطمت الطرف ابتب تصرفك مرة مريض جانا عسكري أدى تروماتيك أمبوتيشن تو دي فوت من لسة فرانك يعني at the level of لسة فرانك جوينت نسوي تورنيك أبوف ثاي تصور وصل بعد 5 ساعات يعني at the level of the mid thigh تورنيك حتى صاير دسكي ديسكالريشن باللم لما فتحناها المريض رأسا خف الألم ويعني رجعت اللم ورا ربع ساعة رجعت ريفاسكولاريزيشن رغم انه شوي تأخر يعني اخذ بالربع ساعة لكن رجعت اللم صدقوا هالمريض هو عسكري خطية صدقوا هذا المريض لو متأخر بعد ساعتين ينتهي above knee amputation هذا اللي راضي يفيده ما اعرف شلون يصور الصرف صراحة هم يعني اكيد هم يحبوه يردون حرصين عليه انه يردون ما يساعده further blood loss لكن هاي الطريقة تنتهي بفيتال مستيك واضح كلامي لو اي واحد من عندكم يجاوبني نعم دكتور واضح نعم دكتور واضح handling of amputated parts شو اسوي يعني gentle handling لازم all unnecessary movement should be avoided واضح يعني مثلا انا مثلا باقي من عندها فد شيء بسيط متشلل بفد شيء بسيط ما اظل اني يعني اطبقها الرجل او احطها بفد شيء جانبي او يعني بكيفي انا اجرها واحطها على السبلنت كل شيء اسوي كل unnecessary movement ما تعرف شو تسوي لا تسويها if visible dirty شفت الامبوتيتد بارت dirty clean with normal saline بس اغسله هاي هي the stump should be covered with saline soaked gauze يعني فت جوزايا بللها بالنورمال سلاين نقيها كل شيء هواي جوزايات هواي موهد to prevent further contamination هاي واحدة بعد لازم شنو
يعني مو بس يعني فائدتها انه بفرذر كونتامينيشن وبعد هاي كلين وونز كلين امبوتيتد بامز ممكن اني اسوي ري امبلانتيشن اذا انت محافظ عليه بالطريقه الصحيحه. لكنه اذا انت عفته وسخ ودزيته من مستشفى المستشفى وسخ او من طرف مركز صحي او مستشفى دزيته وسخ هاي هم جريمه تعتبر يعني خطا بحق المريض صراحه. بعد place the parts in a dry plastic bag اذا هو مبتور وواقع على الجهة. بعد انت ما عندك تغسله وتخليه بجوز معقم جوز نظيف قدر الامكان تغسله غسله زياده تخليه بجوز نظيف هذا الجوز دائما يكون رطب لازم وتخليها حاويه نايلون حاويه بلاستيكيه which should turn should kept in ice هاي تشيس نايلون خليتها بحاويه بلاستيكيه نايلون حطها بالثلج اوكي هذا الطرف مبتور غسله زينه بنورمال سترين لف تشيس نايلون ذب تشيس حافظه بالثلج واضح direct contact between the tissue and ice تبع عليه should be avoided يعني ما يصير تخلي الثلج على الجلد ليش لان هذه بيها مشاكل ممكن تسوي second degree burn اللي هي مثل الفروست بايت يعني تنتهي فروست بايت انجري مثل الفروست بايت نفس حكم البيرن and freezing of tissue من يصير freezing of tissues ما شايفين تو كيس freezing شوفوا كتبوا freezing of tissue اللي هم ذول يساعدون اللي يساعدون يسلقون الجبال يجيك يعني شنو freezing يصير crystals formation within the blood vessel بالتالي هاي الكريستلز تمنع الموفمنت اوف ذا ار بي سي وتمنع الموفمنت اوف ذا بلاد فلو فيصير فريزنج اوف ذا تيشو فريزنج اوف ذا بلاد فيسلز واضح واكثر شيء مزعج هو الفريز يعني بعد مشكله ريور من كل صعب امبوتيتد بارت شود نوت بي ديسكاردد عفوا دكتور بالنسبه لل يعني الدايركت كونتاكت نمنع يعني دكتور هواي البلاستيك باق هي اللي راح تمنع بين يعني الايس تقريبا تكفي يعني يمنع الفروست بايت دكتور؟ اي هو الدايركت كونتاكت يعني مباشره جلد تخلي الثلج بداخله تشيس هذا خطا تخليه خارج تشيس شكرا امبوتيتد بارت شود نوت بي ديسكاردد يعني انت شفت الامبوتيتد بارت هسه راح تجي له صوره جزء امبوتيتد ما يصير انا اشيله واشمره انه ها بعد هاي انتهت او سنت تو دي باثولوجي ديبارتمنت قال لي تصرف هاي التصرف ليش بيكوز ايفن اف ذي كانوت بي ري امبلانتد ذي مي بي سيرف از ا دونر فور سكن يعني اتذكر اهل البلاستيك قالوا لنا مره قالوا خاف يجوكم مثلا جرحى وايده مبتوره او طرف مالته مبتور لذب الطرف اعطونا خبر ناخذ الجلد نحتفظ به بعدين نسوي ترقيع يستفاد من عنده واضح فيعتبر دونر سورس فور سكن ممكن بون اخذ معده اذا بعد البون فايبل ما تموت راسا اخذ مثلا فرضا انكل جوينتس مثلا تروماتيك انكل جوينت واحتاج مثلا بون جراف مثلا من التارس مثلا تارس كالكيني اقدر اطلع بيها اطلع من عند هاي اللحظات اطلع عنده قيامه هذا بون جرافت كلش هواي فلذب انت او فزل ممكن مثلا لم امبوتيتد اقدر اخذ معدل ساخنس جرافت مثلا يعني مو شغلتي بس اللي اعرفه عن هذا الموضوع فانت لا تذب الطرف شود نوت بي ديسكاردد لا شمرا او تودي الباثولوجي او فشي هيستوبات او الى اخره ليش؟ لانه ممكن انه حتى لو ما ينزرع او ما يرجع مره ثانيه يستفاد من عنده بهذه الاشياء راديوغراف اوف ذا امبوتيتد بار لازم تسوي دوكيومنتيشن تاخذ اكس راي اند بروكسيمال ستام يعني بوث اوف ذيم الجزء المقطوع تحطه تسوي الاكس راي والجزء اللي الثابت يعني جزء الفلايل اوكي امبوتيتد بارتس والجزء اللي بروكسيمال ستام لازم تسوي له اكس راي ايضا هذا لازم بلاد ورك اللي هنا طبعا بلاد جروب كروس ماتش والى اخره نوت دو نوت بي فول يعني عفوا لا تصير يعني غشيم او احمق لهالدرجه انه الاوبن فاكتشر او اوبن ووند ما بيها ريسك اوف كومبارتمنتس يعني يجينا امبوتيتد بارتس لا تتصور انه ما ممكن حيصير بيه كومبارتمنتس ممكن يصير كومبارتمنت بيه ليش؟ لانه كومبارتمنت بريشر
يعتمد على الانترا كومبارتمنتال بريشر، لانه الاوبن وند داز نوت انديكيت ذات ذا لم نوت اندر ريسك اوف كومبارتمنتال انكريمنتس انترا كومبارتمنتال بريشر انكريمنتس. هاي خلوها ببالكم دائما، يعني شوف الاوبن وند مو معناته ما يصير في ريسك اوف كومبارتمنت كومبارتمنت سيندروم. هاي دائما تذكروها. ليش؟ لان كومبارتمنت سيندروم يعتمد على الانرجي اوف انجري، يعني اذا كانت هاي انرجي انجري بترت الطرف ممكن هي نسيتها انرجي سببت لنا كومبارتمنت بالليك، بترت القدم سببت لنا كومبارتمنت عند الليك. فانا حتى ما اخسر الطرف كله كامل اسوي فيه شيل اوف ذا ليك، حتى لو سوينا امبوتيشن ريفاشنينج اوف امبوتيشن او هندمنا الجرح بس بترناه ونظفناه ممكن اسوي فيه شيتومي اوف ذا ليك. Always the only way to roll out is to check the compartment syndrome. هاي بس مهم. فalways checking the compartmental pressure. إذا عندك any suspicion. Hyperkalemia. ليش؟ lethal complication. ليش ليش lethal complication؟ الhyperkalemia هو جاي من ال crush injury. The release of intracellular potassium هيكون very high. وبالتالي راح يدخل السيركوليشن. عند الكراش انجري راح يدخل الليثال ليفل اوف بوتاسيوم في السيركوليشن، وبالتالي ممكن يسوي لنا براديكارديا ارثميا، يعني وان تايم اني تايب اوف ارثميا برادي ارثميا او ار اس لا سمح الله مثلا، يعني اذا عندك كيس او رابدومايلايسيس. رابدومايلايسيس هو يصير ريليز اوف ذا انتراسيلير يعني بروتين، وبالتالي ال deposition of these proteinaceous heavy molecular weights within the kidney، وبالتالي سوى renal injury acute renal injury. شوفون هذول الكراش انجريز يجون عندهم dark color urine tea color urine من الردو مايوريسيس. فهنا كلش مهمة من ضمن الأشياء اللي أنت دائما تسوي observation للمريض هو urine output. شوف الكلر مالته يحكم هو الكلر اذا جود ريسستيشن اور نوت. وهاي اول شيء حكيناها بالتايبس اوف شوك، هايبوفوليميك عفوا شوك بجريدات 1 2 3 4. اذا ترجعون بعد شويه تشوفون ان اليورين فوليوم ايضا يتغير. از ا جنرال رول ذا مور بروكسيمال بارتس يعني اوف ذا لم اوكي وين اتس امبوتيتد ذا ليس اسكيميا تايم the amputated limb can tolerate. يعني شو معناتها؟ أحد يقول لي شو معناتها؟ أحد يعرف يجاوب؟ يعني دكتور قصدي إنه كل ما ال amputated بارت كبير كل ما التايم اللي نقدر نرجع بيه الامبيوتيتد. ايه يعني دكتور الفايبل تايم اللي يسمح لي نرجع بيه الامبيوتيتد بارت يصير اقل يعني تقدر. بالضبط رايت. يعني كل ما يكون مور بروكسيمال انجري بريسك انه اعلى واخطر. واضح؟ less ischemia time. لأن هسه احنا راح نشوف ال ischemia time. طبعا هنا هاي ال شوف هنا بال traumatic amputation هب شيء اسمه injury severity score. هذا هو مرات احنا نطبقه بالطوارئ، مرات ما نشوف المقيم يقدر يطبقه، صعب عليه. بأربع معايير هسه راح نحكي على التايمينج هسه قبل، يعني على موضوع هاي العباره الاخيره هسه جنرال رول. هسه راح نحكي بس جنرال تايمينج اوف اسكيميا. هنا انا بالمس مس مانجل مانجل اكستريميتي سيفيريتي سكور ام اي دبل اس. المس يعتمد على اربعه كرايتيريا، للاربعه ينقسمون بالداخل بين سكورات سوفت تشو سكيليتال انجري. شوف اذا كان لو انرجي انجري مثل ايش؟ مثلا بيستول طلقه عاديه ستاب وند
سمبل فاكتشر ذن يعطيني سكور واحد درجة واحد من بالنسبة للسكريتال سوفت تيشو انجري ميديوم انرجي انجري اوبن اور مالتيبل فراكتشرز او ديسلوكيشن اعطيني نقطتين يعني سمبل فاكتشر الديسلوكيشن اعلى من السمبل فاكتشر بالسكورينج تلاحظون بعد ميديوم انرجي يعني ميديوم انرجي هاي اكتبوا عليه هاي نقطة ثلاثة مثل ايش open or multiple fractures dislocation هاي اعطيها ثلاثة لكن شنو هنا عندنا هو هنا اكو خطأ بالطباعة طبعا عندنا هنا هو هاي انرجي انجري النقطة ثلاثة يا شباب هاي اكو خطأ هنا عندنا low energy injury و medium energy injury و high energy injury الثالثة هي ثلاثة high energy يعني مو medium energy بعدين أبدلكم إياها إن شاء الله قبل لا أعطيكم إياها المحاضرة هاي هنا high energy injury مثل إيش عندنا multiple fractures with dislocation with contamination the very high energy injury هي high speed trauma segmental fracture و gross contamination يعطيها أربعة ماشي اذا سمبل لو انرجي انجري سمبل فاكتشر واحد مودريت انرجي انجري او ميديوم انرجي انجري ويذ ديسلوكيشن اثنين هاي انرجي انجري مالتيبل انرجي ديسلوكيشن ويذ كونتامينيشن ثلاثه فيري هاي انرجي انجري ويذ جروس كونتامينيشن سيجمنتال فاكتشر هنا الوصف اربعه يعني انا اول ما اشوف سيجمنتال فاكتشر حتى لو كان جرح صغير اقول هذا فيري هاي انرجي انجري واضح اول ما اشوف gross contamination of the wound اقول هذا very high energy injury اعطي اربعة من skeletal injury اللم شنو اللم لم اسكيميا يعني شلون اول شيء reduced pulse reduced or absent اوكي ما احس بالبلس لكن capillary filling normal اعطي واحد pulse less ما احس البلس اعطي اثنين cool paralyzed limb أعطي ثلاثة بعد شوك شوك إذا كان السيستول أكثر من 90 أعطي صفر إذا كان هايبوتنسيف ترانزينت يعني أول شوت أوف إذا كان بيرزيستنت هايبوتنشن أعطي اثنين إذا الشوك نورمال أكثر من 90 ترانزينت هايبوتنشن بيرزيستنت هايبوتنشن الأيج ميل مريض عفو اجاني اقل من 30 سنة اعطي صفر يونغ هذا 30 50 اعطي واحد واكثر من 50 سنة اعطي اثنين يعني المريضة عمرها 60 سنة وعدها سيجمنتال فاكتشر تيبيا واجتني سيجمنتال فاكتشر تيبيا وعدها بلس ريديوست اور ابسنت اوكي وهي نورموتنسيف شو اعطيها بما انه اكثر من 50 سنة درجتين pulse reduced or absent pulse reduced or absent اعطيها واحد segmental fracture تي بي اربعة اوكي وبها segmental compound fracture يعني open اوكي وعدها normotensive صفر فعدي اربعة باثنين اربعة باثنين بواحد صفر واضح صار سبعة هنا أنا المانجل اكستريميتي سيفيريتي سكور يقول سكور اوف 7 مين 100% بروجنوسيس يعني فاليو ان فيفر اوف امبوتيشن يعني المريض لما يجيني السبعة ما اخليه 100% اخلي ببالي ريسك اوف امبوتيشن ما اطول التفكير اخلي ببالي ريسك اوف امبوتيشن اخليها ببالي هو ما يتطبق 100% بحذافيره ليش لانه يعتمد على التايمينج لذلك المريض مثلا يقول لك هنا بالاسكيميا تايم اذا الميت اجاني within golden time اعطي 1 2 3 اذا اجاني delayed after 6 hours اضاعفهم اسوي 2 4 6 اوكي هاي المس المس مهم لكنه نفس الوقت يعني تطبيقه صعب كلش يعني المريض من تقول له انه هاي at risk of amputation عادة يعني ما يتقبلها كل شوي treatment
يعني جنرال ما بيها جنرال رول يعني حال حال اني تروما. بس احنا حكينا على التمبرتشر حكيتوها سمعتوها؟ لا دكتور لا دكتور لا دكتور قلت تريتمنت وبعد راح الصوت. تمبرتشر هاف ا رول ان اكستندينج ذا فيابيليتي اوف ذا لم. واضح؟ يعني هي اللي تقرر التريتمنت سواء كان يعني damaged part or still can be re-implanted. لذلك هي the most important controllable factor is the temperature of the amputated part. إذا كان warm ischemia هو ممكن يتحمل 6-8 ساعات. يعني معناتها الأجواء اللي يتحول بها الطرف هي warm temperature. إذا كان cold temperature up to 4 celsius degree لحد ال 24 ساعة ممكن أشخاص أكو أشخاص استثناءات يعني ممكن يتحمل لحد ال 40 ساعة. هو ده يقول لك يعني many individual reports varied difference in time up to 40 hours. يعني هو هذا الوقت شيء تقريبي كمعدل يأخذوه إذا كان cold ischemia. واضح؟ decision of re-implantation is a surgeon يعني surgeon decision. واضح؟ الreimplanted part should be cut in sharp objects. يعني الcutted part لازم يكون sharp. يعني مو يجيني avulsion. الavulsion ما بيها أمل أسوي reimplantation. خلوا بالكم لما يجيني avulsed parts يعني limb وavulsed tendons والnerves كلها avulsion. هاي ما بيها hope of reimplantation. هسه راح اجينا صور شارب كت وافلت كت. Examination should be prompt and too much time يعني lost too much يعني examination should be avoided. يعني ما اضل انا اسوي examination للبلس والكابيلاريز واسوي resuscitation للمريض ويظل المريض يمي 6 ساعات وانا كل شيء ما مسوي. مجرد سويت resuscitation لازم ابلغ الكل حتى الكل يتحرك بطريقة اللي هي تهمه. مثلا ابلغ الفاسكولار سيرجن حتى يتصرف وين المريض بنفس الوقت اللي يتصرف به الاورثوبيديك سيرجن. ابلغ الاورثوبيديك والبلاستيك والفاسكولار سيرجن وابلغ الانستيست تحضر الصاله ودول يشتغلون بلاد وورك. كل هاي لازم تحاضره بنفس الوقت. يعني مو مثلا احضر المريض حضر له دم ساعتين ورا ساعتين اجابوا الاكسور ورا ساعتين اجابوا البلاستيك. هاي هنا كل شيء ما راح نسويه. At the same time should be all these teams should be prepared. Airway breathing circulation هاي كلها لازم لان قلنا احنا amputated part usually associated with other injuries. Early resuscitation and consultation with multidisciplinary team. اذا consultation استشير كل الاختصاصات من ضمنها orthopedic, plastic, vascular surgeon, microvascular surgeon. ولازم ايضا عندنا anesthetist should be involved. هنا ال parts amputated parts اكو صورة على اليمين هاي sharp cut. There is a hope of re-implantation. لما تجي الآلة القاطعة اللي تضرب الطرف حادة اكو امل for re-implantation. لكن لما يجيني avulsed part الavulsed part هذا poor results and poor hope of pre-implantation. مثل هذه هنا مثلا الهاند. اوكي مرات يجيك الافلس بارت من الانسان الاورجن تندنس كلها بشلع من الاورجن. There is very poor hope of re-implantation. هاي هنا الميثود اوف ريسستيشن. شوف واحد حاط باكينج واحد حاط تورنيكي هاي الطرف على الطرف ويسوي باكينج. شوف هنا ديجيتال فوتوغراف very important. Digital photograph should be photographed. Should be. لازم اصور طرف. بعدين المريض يقول لك انا رجلي ما كانت مبتورة. او يجي المريض واهله ما جاي يقول لك دكتور هاي رجله ما بيها شيء. او ما كانت مبتورة. كان ممكن تعيش. بعد شوف هاي الصورة مثلا. هنا الصورة اللي اذا تشوف المؤشر. الصورة على اليسار اربع بها. الصورة اللي علي على الاخير واحدة على اليمين. جوا اليمنى. من دن الأربعة الفوق. أكسورة طلع بها التيبيا والفيبيولا.
طلع واحد عن السكن كلش بعيده. هاي افولشن هاي ما بيها هوب اوف ري امبلانتيشن، فيري بور هوب اوف ري امبلانتيشن اللي بصف الهاند وال يعني فور ام امبوتيشن. شوف هنا هو مصور الاكس راي اوف ذا امبوتيتد بارز، يعني ماخذ الاكس راي ومصورها ومصور اللم. خلص موضوع التروماتيك امبوتيشن، يجينا موضوع الكودا اكواينا بعد هو هذا وبعد موضوع خلص ان شاء الله. واضح يا شباب لو اكو شيء بالكم؟ واضح دكتور، عشت ايدك وايدك حبيبي. كودا اكواينا تعرفون الكودا اكواينا؟ سندروم هو، بس هي الكودا اكواينا هي الضفيره العصبيه اللي تنزل من نهايه من بداية نهاية العمود الفقري، العفو الحبل الشوكي، ينتهي الحبل الشوكي الوانتو وبيه الكوانس مدلارس. والكودا اكواينا هي الضفير الحزمة مع الضفيرة العصبية، ولذلك هم يشبوها بذيل الحصان. هاي الحزمة هو حاط عليها نانا بالصورة هاي مع السباينال كورد، سباينال سيرجي يسوي دايسكشن هاي مع اناتومي، ومبين عليها الحزمة حاط عليها كودا اكواينا. سيندروم كوزد باي significant narrowing of the spinal canal that compresses the cord and causes nerve problem below the level of the compression. يعني compress the neurovascular bundle، طبعا neuro bundle مو الكورد يعني spinal cord، and causes nerve problem or neurological deficits below the level of compression. It's regarded as surgical emergency. يعني بيها golden time اللي هي 72 ساعة. symptoms يعني عادة هي leg pain, weakness والأنستيزيا يعني باراستيزيا، saddle باراستيزيا منطقة السرج تكون خضرانة. طبعا limb pain والweakness يعني المريض يقول لك دكتور رجلي توجعني وما أقدر أشيلهم، ما يعينني أنه أوقف، خضرانات هاي واحدة. دكتور منطقة السرج هاي المنطقة مع العجان توجعني. برينيال اريا سدر بلادر ديسفونكشن، دكتور ما سيطر على الادرار. ديكريز انال تون بالانال ريفلكس، شوف الانال تون فيري بور. سكشوال ديسفونكشن دكتور يعني هاف اركتال ديسفونكشن او غيره. انتبه ابسنس اوف انال ريفلكس، من نسوي انال ريفلكس مفروض يصير anal contraction، هذا هم يصير lost. loss of anal tone أو decrease anal tone يسوي fecal incontinence. causes عندنا congenital وacquired. الacquired ممكن يعني infection traumatic، هي من traumatic من هالهوسة كلها. investigation blood investigation بشكل عام، طبعا هي emergency فالمريض لما يجي لازم full work up. blood investigation complete يعني biochemistry لنا fasting blood glucose fast full blood counts urea electrolytes liver function زين. the chest x-ray renal function طبعا و viral screen كله يعني prepare the patient for surgery. chest x-ray spinal x-ray ECG أو MRI of the spine. MRI of the spine هي gold standard. treatment رأسا ندخل بالtreatment، لأن كودا اكواينا بس هاي constellation of symptoms مباشرة تروح على treatment، يعني ما بيها تأخير. هاي presentation هاي treatment يعني ما بيها أدر يعني ما شوف المريض يعني أدر فيتشرز، راح شوف لا راح شوف bleeding ولا راح شوف هاي دوسة كلها. medical treatments treat any underlying cause of compression مثل إيش؟ على سبيل المثال مثلا infection traumatic مثلا infection أو whatever the cause of infection. الكود إكواينا infection مثلاً لازم تعالج مثلاً abscess صار antibioma أو abscess collection around the caudal equina لازم تسوي له
انتي بايوتيك ممكن تحضر المريض فور درونج انفلاميشن وات ايفر ذا كوز اوف انفلاميشن تعطي انتي انفلاماتوري دراجز تيومر المريض. احنا بما انه البرزنتيشن هي كود اكواينا وات ايفر ذا كوز تيومر طبعا هنا راديو كيموثيرابي ما راح تحل المشكله فبس مجرد انه تخلي بلان فور تريتمنت اوكي اف سيمبتومز دو نوت بيجن تو امبروف اوكي ويذن 24 اور انا عالجت هذني كميديكال تريتمنت شفت انه ماكو نتيجه خلال 24 ساعه اوكي لكن المريض ذا سيم سيمبتوم او اكو تحسن كلش قليل ورا 24 ساعه اذا ما راحت السيمبتوم اوف كودا اكواينا افكر بالسيرجري. هي السيرجري لازم 72 ساعه لان بعد 72 ساعه سيكولي فيري باد يعني بلادر كنترول الريفرسبل ممكن ينتهي بلادر كنترول أسوأ شيء وممكن يرجع يمكن يعني ما يرجع اصلا بعد اذا كان symptom continue to deteriorate يعني progressive neurological deficits although medical treatments immediate surgery plan لازم افكر انه ادخل المريض حالة طارئة للطوارئ مباشرة العمليات. surgical option شنو هنا شو اسوي يعني surgical decompression whatever the cause decompression mean relieving decompression on the cauda equina. Drainage إذا كان abscess, collection, يعني hematoma, biomma, antibioma إلى آخره. Laminectomy. شيل اللامينة, whatever the cause, سواء كان هي يعني burst fracture, سواء كان سواء كان ligamentum flavum hypertrophy, soft tissue hypertrophy, هشيل اللامينة سوي relieve the symptom. لازم اسوي ريليف للكنال اسوي وايد يعني اسوي وايد كنال باي لامينكتومي فيكسيشن اوف ذا فراكتشر ان نسوي يعني لامينكتومي او اسوي ديكومبريشن وات ايفر ذا تايب وات ايفر ذا كوز. اذا كان فراكتشر مثلا انا سويت لامينكتومي ممكن ينتهي انستابيليتي لازم اسوي فيكسيشن هاي كسيرجيكال اوبشن و removal of any foreign body within the canal لازم توخره. هاي تعتبر emergency انا جبتها هنا لان احنا نواجهها بالطوارئ عادي مثلا مريض مضروب على ظهره حادث سياره يجينا كودا اكوانا سمتم السمتم of كودا اكوانا سندروم لازم هذا احضره على عمليه حادث سياره مثلا مريض دا ياخذ مثلا كيموثيرابي وصار ثلاث ايام صار عنده كودا اكوانا سمتمز مثلا معناته عدم ميتاستاسيس وصاير بشر على الكنال على الكود اكواينا واضح احضر على السيرجري بس هاي تعتبر سيرجيكال امرجنسيز ان اورثوبيديك. بروجنوسيس بيشنتس هو هاف بايلاترال ليج بين هاف بورر بروجنوسيس ذان ذوز هو هاف يونيلاترال بيشنت وذ كومبليت جروين نمنس are more likely to have permanent bladder paralysis. شوفوا المشكلة هنا جد ناسة bladder paralysis permanent يعني irreversible. The extent of subtle anesthesia is one of the most important prognostic indicator. يعني المريض يقول لك منطقة صغيرة خضرانة أو منطقة كلش كبيرة كلها خضرانة كل ما تكون اكبر indicate significant root compression significant nerve root canal compression. prevention يعني معناته control any predisposing underlying pathology مثلا مريض disc prolapse مثلا لازم تفكر وتنصح المريض حتى ما يصير further further disc pressure تنصح المريض تحضره مثلا تقول له يابا تحذر العفو تقول له يابا هاي الاشياء ممكن في اليوم من الايام تصير طاره اذا سويت استمريت بال انه استمريت بالشيلت الثقل استمريت بالقعده الخطره ممكن هذا الديسك في اليوم من الايام يجي على شكل
ديسك سيفير ديسك رولابس وسونا كودي اكواينا. ايرلي دايجنوسيس اند تريتمنت ار كروشيال. لذلك يا شباب حتى نمنع البيرمننت دمج وخصوصا بلدر، يعني تصوروا انسان يتضرر على نفسه او ما يطلع ضرر نهائيا، هاي بيرمننت دمج معناتها مصيبه، معناتها يعني كريبل طول، يعني طول حياته حيظل يعني يدعى عليك بصراحه. هنا ايمجينج، يعني هنا المريض اللي يجينا احنا بشكل عام ها بس حتى تشوفون، يعني ما مطلوب معكم احنا بالطوارئ موجود الاكس راي، مطلوب معكم كلينيكال دايجنوستس. هنا المريضه 39 سنه سياتيكا برينيال باراسيزيا، اوكي صار اسبوعين عندها سيمبتومز ذو باس ميديكال هيستوري، عندها باي بولر، عندها مسويه جاستريك سليف، عندها ديسابيلتي، شي ليف الون، اوكي هنا عندها سيفير باك بين وبرينيال باراسيزيا. سويت الاكس راي اي فيو لاترال ماكو فشي يعني مميز. شوف الاكس راي باللاترال فيو اكو عندها ديكريز جوينت سبيس بالال 5 اس 1 واضح، اكو سكليروتيك بوردر وسبوندلو سبوندلوسز، يعني ديكريز جوينت سبيس ديكريز ديسك سبيس اوف ذا ال 5 اس 1. نيجي بالام ار اي، ام ار اي شوف كل الديسك ما بيه شيء ما عدا ال 5 اس 1 صاير سيفير ديسك هرنيشن اند بلج تو ذا كانال، ضاغط على كل الكانال. اكو كروس سكشن، بالكروس سكشن هاي ال 4 5 وال 3 4 ال 3 4. اذا تسمعوني يا شباب المؤشر راح اخليه على ال 3 4، ركزوا وياي حتى تلاحظون. هذا المثلث الابيض، هذا المثلث الابيض، هذا مثل الكنال، واضح؟ جابوني عافية بسرعة. دكتور المؤشر مو واضح، ما طالع عندي مؤشر. لحظة، هذا هسه المؤشر. نعم دكتور. واضح؟ موجود. نعم. سباينال كنال، هاي يمشي بها الروتس اوف كودا اكواينا، روتس. مجموعة من النيرف روتس. كلهن يمشي هنا بالكودا اكواينا بالكنال. هاي المثلث الابيض لازم يكون قطره من 10، يعني اقل شيء لازم 11 مليم قطر هاي القناه. اذا تشوفون هاي المثلث الابيض هذا الكنال، وهاي الديسك الاسود هذا كله ديسك، هذا كله هذا فوق الفيرتبرال بودي، هذا ديسك. شوفوا ال 3 4 الكنال ما بيه شيء، ال 4 5 الكنال ايضا كلش كبيره 4 5. ننزل للأسوأ للجوة، هاي الصورة اللي على اليمين بالأسفل ال 5 S1 كنال ما هي، هذا الديسك تلاحظون مؤشر، شوف الديسك وين طاب، شوف هذا الديسك، كل هذا الديسك هذا يا طاب بالكنال، هذا يا الديسك، كل هذا الديسك. فسوي سيفير كنال كومبرمايز، هاي هنا يجي المريض سيفير كود اكوانا سيمتوم. شوف باللاترال بالساجيتال فيو اوف ام ار اي هذا الديسك، شوف الديسك اكو برا الديسك بوستيريور لونجيتيونال ليجامنتس، بوستيريور لونجيتيونال ليجامنتس يحيط الديسك والفيرتورال بوديز من الخلف. شوف كل الديسكات هنا هذا ني واحد هذا وهذا وهذا ني والفيرتورال بوديز ما يعبرن على الكنال ابد. بس شوف الال 5 اس 1 ديسك هذا يا هاي مثل الدمعه الكبيره السوداء، هذا يا هذه ها تشوفوا هاي الدائرة السوداء؟ نعم مؤشر؟ نعم بالاسفل اي واضحة، تلاحظون شلون ضاغط على الكنال؟ نعم واضح؟ الكنال اللي باللون الابيض ضاغط عليه هذا الشيء اسود، هذا الديسك. نعم دكتور واضحة؟ نعم واضح اوكي هاي كود اكواينا. بس انت تشوفوها شلون تبين بالام ار اي، بالاكس راي ما تشوفون شيء، ما تشوف شيء. اوبري فراكشر، لاحظوا يا شباب بروكن بون ذات از ان كوميونيكيشن وذ
يعني between skin and environments بي غاستيلو classification of open fracture. كلكم تعرفون غاستيلو يقسمها ثلاثة، الواحد واثنين وثلاثة. واحد مبني على أساس size of the wound, amount of soft tissue injury, presence of the neurovascular injury, and degree of contamination. Initial management in general هو is very important. يعني wound should be covered. بس أنا يعني جال المريض covered with sterile dressing or clean material. أي شيء حتى لو شفته قماش نظيف غطيه بيه بالطوارئ. And left undisturbed until the patient reaching the accident and emergency department. غطي وضغط قوية وذي الطوارئ. In hospital, rapid assessment and any life-threatening condition should be addressed. والدور نعطي الباقي تيتانوس بروفلاكسيس انتيبايوتيك. اوكي اند ذا وونت شود بي ايديالي فوتوغرافد وذ بولارايزد كاميرا. اوكي سو ذات كان بي كفرد وذ ليفت اند ديسترب انتل ذا اوبريشن روم. نانا نجي شلون اعرف انا اسوي اسسمنت هذا جريد 1 كاستيلو 2 او 3؟ هنا نيتشر اوف ذا وونت, condition of the skin, circulation, and nerve. نحن classification شو نقسمه؟ قسمناه على أساس هاي الأشياء. Gastillo grade 1 شوف simple wound أقل من 1 سنتي clean و simple fracture ما بي comminution و vascularity intact. grade 2 wound أكثر من 1 سنتيم أقل من 10 contamination moderate, soft tissue moderate injury, fracture اكو بي moderate comminution. شوفوا هنا medial lateral medius injury وهنا الwound. soft tissue injury skin loss ما عنده skin loss مع المريض, هو more than 10 cm عفوا less than 10 cm بس ما عنده skin loss. بينما الجريد 3 هو اكثر من 10 cm extensive contamination high energy injury وبي comminution. مثل ايش؟ high velocity trauma, gunshot wound, farmyard injury يعني الجروح اللي تصير بالحديقه بالاسطبل ذني عاده يسمون high energy injury. واضح؟ يعني انا اول ما اشوف سيجمنتال فراكشر اقول هاي انرجي انجري, اول ما اشوف جن شوت ووند اللي هن هاي فيلوسيتي جن شوت ووند مو كلو فيلوسيتي, هاي فيلوسيتي جن شوت ووند وشتر هذا هاي انرجي انجري. راسا اقول هذا كلاس 3 جاستيلو. بعدين ادخل بالتفاصيل مال كلاس 3 بي اي وبي سي. اي انتبهوا عليه, هاي انرجي انجري. اي بي سوفت تشو كفر available, B extensive soft tissue injury, no soft tissue coverage available يعني ما عندي soft tissue cover لازم احتاج graft, C associated with vascular injury required repair. هاي العبارة ركزوا عليها. A اكو extensive soft tissue injury لكن can't be covered, B extensive soft tissue injury cannot be covered, C vascular injury required repair شرط. يعني ممكن vascular injury not required repair هذا ما صنفه Gastillo 3 C, لكن الا required repair اكتبوا عليه 3 C. any open fracture with vascular injury that required repair Gastillo 3 C. واضح؟ aim of management شنو الهدف؟ ليش انا اصلح؟ ليش اسوي؟ اول شيء prevent infection, ensure healing and restore function. لان النقاط ثلاثه لازم احققهم, هذا هدفي من العلاج. treatment lines fluid لازم اسوي له good resuscitation. اوكي fluid عندنا هو الايزوتونيك كريستالويد
افضل يعني افضل يعني بيست تايب او فلويد بالامرجنسي ديبارتمنت هو الرينجر، رينجر لاكتيت، رينجر سوليوشن يعني اكو رينجر لاكتيت. الرينجر سوليوشن هو يحتوي على الكمبونت مالته مطابقه للبلازما الدم، كل الالكترولايتس مطابقه لبلازما الدم، وفلويد احضر طبعا ات ذا سيم تايم احضر بلاد، بلاد كروس ماتش بلاد بيتر، الا اذا اضطريت والمريض يحتاج ترانسفيوجن اميديت اجيب له او نيجاتيف. بعد سيبلنت، سيبلنتج اوف ذا افكتد بارت اوف ذا انجرد بارت، انتي بايوتيك، هسه احنا نحكي على انتي بايوتيك، تيتانوس بروفلاكسز، تيك فوتو، اعيدها مره ثانيه عليكم، لازم فوتو، كفر ذا وون، بيرفورم سيرجيكال ديبرايدمنتس اند ستابلايز ذا فراكتشر. الانتي بايوتيك شنو هو؟ عاده احنا بالطوارئ مطلوب عندنا هاكو هو يعني ستاندرد هو الكوموكسيكلاف اللي هو اوغمنتين، يعني هو اموكسيسيلين وكلافولانيك اسيد، هذا تريبل تايمز ديلي، 3 تايمز ديلي انتل ذا فيرست ديبرايدمنت. اعطيه وانا احضر المريض للعمليه 3 مرات لحد ما اسوي اول ديبرايدمنت. اذا كان المريض لان هذا بنسلين جروب اموكسيكلاف، اذا كان بنسلين الرجي اعطيك لندامايسين 600 ملي جرام 4 مرات باليوم، واضح عندك يعني ادي اندكشن اوف انستيزيا. شو وقت دخلت المريض للعمليه اعطي جنتامايسين، هنا شنو يعني هو الامينو جلايكوسايدز بالجاستيلو تايب 3، عاده تايب 3 يحتاج امينو جلايكوسايد حتى قبل العمليه. الامينو جلايكوسايد اوف الارقام انتم مطلوب معكم تعرفون انه شنو التايب اوف انتي بايوتيك. بالطوارئ تعطي اموكسيكلاف، اذا حساسيه عنده تعطي كليندامايسين، واضح، او ارثوميسين. ارثوميسين بما انه ما موجود يعني على شكل انجكشن تعطي كليندامايسين، اوكي، او كوينيلونز اذا كان المريض اليرجيك تو بنسلين، اما كوينيلون او كليندامايسين. الكوينيلون يعني سيبروفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، موكسيفلوكساسين، كل الموجودات. الجنتامايسين اذا كان قلنا جاستيلو تايب 3 اعطيه اياه حتى بلس. هنا انا اريد اني عمل يتجنب الستاف تيكوبلانين اللي هو تارغوسيد او فانكومايسين، لان اثنيناتهم هايلي سيلكتيف اجينست ستاف، ستاف اورياس. تيكوبلانين والفانكومايسين تعتبر هايلي سيلكتيف اجينست مرسا، مثلسلين ريزيستنت ستاف اورياس، مثلسلين ريزيستنت ستاف. بوست اوب كونتينيو ذا انتيبايوتيك فور 3 دايز، واضح، اللي هو اوغمنتين نفسي تكو اموكسيكلاف 1 و2 غرام 1200 ملي غرام يعني تريبل تايمز ديلي انتل 3 دايز. هاي بالعالم المحترم، بالعراق يختلف تماما. احنا نخليه هنا 15 يوم جوز على الانتيبايوتيك، ويعني الرجيم كله مختلف تماما من حسب اللي موجود بالطوارئ، فنشتغل على اللي موجود بالطوارئ. واضح يا شباب؟ نعم دكتور واضح. نعم دكتور واضح. واضح دكتور واضح. تايمينج اوف ديبرايدمنت، شو وقت اسوي ديبرايدمنت وشنو اهميه التايمينج؟ اذا اقل من 5 ساعات ريسك اوف انفكشن قليل، اقل من 7% تصوروا يعني هذا يرتون. اذا اكثر من 5 ساعات يزداد حتى ل 40% انفكشن ريت. within 24 hour اف شوف هنا أنا يقول لك انا اقدر اسوي خلال 24 ساعه اذا كان سوليتري اوبن وند يعني اوبن فراكتشر. معنى شنو يعني سوليتري؟ يعني ما عدا اثر انجريز، لكن تحتاج ايميديتلي اذا كان جروس كونتامينيشن. بعد كومبارتمنت سيندروم لازم ايميديت ديفاسكولارايزد لم فراكتشر والفاسكولار انجري قبل شوي حكينا، اند مالتيبل انجر بيشنت عنده مالتيبل انجريز يعني مو ايزوليتد فراكتشر.
isolated wound. فأنا إذا isolated ممكن أحضر المريض خلال 24 ساعة أشتغله. يعني within خلال مو بعد. حضر البلاستيك وحضر orthopedic surgeon وأشتغله on scheduled list على القائمة والعمليات. Complication of these fractures. Wound infection لأنها compound. Osteomyelitis لأن compound open fracture to the environment will be gross contamination. Non-union أنا سويته external وعفته فترة لأنه عنده multiple wounds وما أقدر أسوي internal fixation. هينتهي بنون-union. طالما أن الجرح مفتوح ووسخ ما أقدر أسوي internal. خلوا ببالكم هذا الشيء. Tetanus infection. تيتانوس يعني ممكن يصير لأنه لما يجين المريض إحنا لازم نعطي تيتانوس بروفلاكسز. إذا ما أعطيته أو المريض unknown history about tetanus vaccination in childhood ممكن وما أعطيته أنت حينتهي بإنفكشن. وتعرفون تيتانوس يعني تقريبا lethal infection. Neurovascular injury compartment syndrome. هذا الموضوع الأخير انتهى موضوع compound fracture يعني open fracture. Compound يعني open. Open fracture. Compound يعني مركب. Unstable spine fracture. The unstable spine fracture دي كلش هواي موضوع طويل. أنا اختصرت يعني شيء بسيط حتى تستفادون من قدر الممكن. هذا آخر موضوع بالمحاضرة. Spinal cord هاي بس يعني هيك معلومات يعني حتى تذكرون بس. Art and extending from midbrain at the base of skull to the level of L1, L2. In most adults, عندنا 31 pair of peripheral nerves, يعني spinal nerve, 8 cervical, 8 thoracic. Function of the spinal column, support the head. يعني column, ماذا أشياء الكورد. Maintain balance upright position, enclose and protect the spinal cord, permit movements, absorb shock, point of attachment for the ribs and pelvis. نيجي هنا ال mechanism of injury. هي عندنا dislocation وعندنا subluxation. عندنا fractures. Fracture هو spinous process, transverse process, then يعتبر يعني minor fractures. اللي يهمنا هو ال significant fracture اللي هنا unstable spinal injuries. Okay. Spinal cord transection. يهمنا هنا بالإمرجنسي أيضا يهمنا ها كلش مهم. Be complete or incomplete. The complete يعني no preservation of any motor or sensory function more than three segments or three level below level of injury. ليش؟ لأنه يصير عادة التراكس بالسبينال كورد يصير بين ديكاستيشن. فهذا ديكاستيشن يعني تعابر يعبر عادة ثلاث مستويات. يلا يصير يعني كل 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 تراك هو يعبر 3 ليفل. فأنا لما يصير انجري بمستوى معين ثلاث مستويات جواه تقريبا يبقن يشتغلن. يعني هو مو دائما بس عادة يبقن مستوى مستويين فانكشنينج. اوكي اذا كان سبينال كورد انجري at the cervical spine level ينتهي بكوادريبليجيا incontinence respiratory muscle paralysis. إذا كان below T1 ينتهي بincontinence وparaplegia. إذا كان incomplete بعدنا incomplete هواية anterior cord, central cord, posterior cord و brown square. Fracture أكثر من 900 simple fracture بالنسبة للspinal cord يعني spinal column. Unstable fracture بالcervical spine يحتاج careful immobilization لأنه ممكن يعني improper handling ينتهينا بtetraparesis. These injuries should be reduced as soon as possible by any method whatever سواء كان conservative أو surgical. نحكي على يعني cervical spine بها هواي كلش هواي injuries. Line of management راح نشرح بعدين عليهم. Lines of management. جبت لكم من الثراسك اللي دائما نشوفوها
اللي هن بيرست فراكشر، فراكشر ديسلوكيشن او تشانس فراكشر. بيرست فراكشر هو 15% اوف اول ثوراسيك يعني انجريز ثوراك لمبر. شوفوا هنا بيرست يعني تنفجر الفقره كلها. من تنفجر الفقره يتفلش الانتيرير والميدل كولوم، يبقى البوستيرير كولوم انتاكت. صف سادس، تعرفون شنو معناته الكولوم؟ من اقول ميدل انتيرير بوستيرير ها شباب احد يجاوبني؟ دكتور عيد السؤال ممكن؟ اكو احد يعرف شنو معناته كولوم؟ كولوم عمود معناته، يعني من اقول انتيريا كولوم بوستيريا كولوم ميدل كولوم، تعرفون شنو قصدي بالكولوم ولا لا؟ اكو حد يعرف؟ مو لا ما تعرفون حتى نشرحها بسرعه. تعرفون يعني اي واحد يجاوبني. دكتور القصد انه الفيرتبرا الثانيه مالتها ايش يعني؟ بودي مثلا انتريا. انتريا كولوم اكتبوا عليه حتى بسرعه. هذا واحد اسمه دينيس قسمها الى 3 كولوم، قسم الفيرتبرا كولوم. يقسمها الى 3 كولوم، انتريور ميدل بوستيريور. الانتريور يشمل anterior two-third of vertebral column, vertebral body and disc. يعني الثلث الأول من الأمام، من الأمام. الثلثين الأول يعني من الثلث الأول للثلث الوسطاني مال vertebral body of vertebral body and inter vertebral disc. هذه يسموه anterior column. الميدل column يشمل posterior third of vertebral body and disc. البوستيرير column يشمل الحلقة مال سباينال كولوم كلها والسباينس بروسس، يعني يشمل البديكل تو بديكل منها ومنها واللامنه والترانسفيرس بروسس والسباينس بروسس، هاي كلها بوستيريا كولوم. فمن اقول انتيريا كولوم معناتها انتيريا تو ثيرد اوف فيرتيبرال بودي، من اقول ميدل كولوم يعني ميدل البوستيرير ثيرد اوف فيرتيبرال بودي. المشكله بالميدل كولوم يعني اي انجري بي ممكن يدخل على الكنال. البوستيرير كولوم اي انجري بي ممكن ينتهينا بالانستابيلتي، لانه يعتبرونه هم كومبلكس يعني ليجامنت وبون. واضح؟ واضح دكتور. واضح نعم دكتور. فانتبهوا بالبيرست فراكشر يعني انتيريور اند ميدل كولوم فيلير. عادة هي اكزيال ميكانيزم اكزيال كومبرشن. موست كومنلي ات ثوراكولمبر جنكشن، لان هاي منطقة انتقالية. كل منطقة انتقالية ثوراكولمبار سيرفايكو ثوراسيك تكون ات ريسك اوف انجري. اوكسيبيتو سيرفايكال هذين مناطق انتقالية ات ريسك اوف انجري. ليش؟ بين هو بين موست بين ستيبل بارت وبين موبايل بارت، فتنتهي عادة ممكن يسبيها انجري. اسوشيتد وذ نيولوجيكال ديفيسيت بالنسبة للبيرست فراكشر عادة بنيولوجيكال ديفيسيت. Flexion destruction أو chance fracture أو seat belt fracture. هنا أنا posterior and middle column fail in tension. يعني شنو معناتها؟ يعني hyperreflection وياها tension. يعني أنت قاعد وملابس حزام الأمان وتجي ضربة من الأمام، جسمك كله يروح للأمام، تبقى الخاصرة مالتك مضبوطة بحزام الأمان. حيصير separation of the posterior parts of the vertebral spinous process. We see يعني شلون ال spreading away two ends spreading away. لا تلاحظون السهم مع المتجه كل واحد رايح بجهة. هاي due to flexion وtension وياها hyperflexion وtension force. Anterior column هنا يشتغل ك hinge point and maybe damage. هذا يعتبر ايضا انستابل فراكشر. واضح؟ واضح فراكشر فراكشر ديسلوكيشن. اذا احنا بالتشانس عندك بوستيريور موديل والهنج اون ذا انتيريور. ليش؟ لانه هنا هايبر فليكشن وياها تنشن، بينما البيرست ما بيها فليكشن فما يصير هنج على جهه معينه لانه اكزيال لود، فمجرد الفيرتبرا تتطشر.
يعني البودي يتطشر اقصد. ممكن يبقى البوستيريا كولوم انتاك كش ما بي. فلكشن ديستراكشن يا هادسلوكيشن فيلير اوف اول كولوم هنا هي هالريسك. شنو الميكانيزم؟ كومبريشن تنشن روتيشن او شير. انتيرير هنج از ديسربتد هذا اختلاف عن الهنج انتيرير من ساعه قبل لحظات اللي حكيناها اللي هو تشامس ماكو هنج هنا أنا. حتى الهنج حينقطم. الهنج يعني منطقة يتمفصل حول هذا المكان، يعني نقطة تمحور، نقطة تمركز. شلون النرمادة يفتر حول هالباب؟ هنج يعني مفصل، هنج جوينت مثل الني جوينت. اوكي، نقطة يعني دوران هاي المنطقة، يعني هنا الفيرتبرا تدور حول الهنج بالنسبة للشانس فراكتشر. بينما هنا ماكو نقطة يدور حولها، ينقطم وينفصل. يعني هنا أنا fracture dislocation severe neurological deficits invariably unstable. هذا ما بي يعني أفكر إنه هذا ممكن stable. البيرست ممكن بي stable ممكن، لكن هنا fracture dislocation unstable. chance of fracture إذا كان combined bony and ligament هذا unstable. sometimes يجينا بس simple bony element just يعتبر stable، بس هو ان جنرال يعتبر انستيبل. جنرال ابروش للسباين تروما بشكل عام، اهم شيء بري هوسبيتال كير، يعني تروح راحت الاسعاف على مريض مثلا، نادوا عليها بالعالم المحترم، نادوا على اسعاف راحت، بروبر اكستراكشن طلعوه من مكان الحادث. لازم بروبر، يعني مو يجرجر وجرجر، وهذا ما حيجر راسه وهذا يجر رجليه وقطع، هذا خطا. لازم بروبر اطلع المريض في قطعه واحده. And immobilization. بمن cervical collar, sandbag خليه يمنا ومنا. Okay. Hard board لازم يكون خلف المريض شيء صلب على طول جسمه. Hard board. البورد اللوحة اللي ينتقل عليها لازم تكون قوية جدا. وتيب تربطوه. شلون هذا مربوط الإنسان؟ Airway protection. إذا شفت أنت مثلاً دنجر، مثلاً إنسان حاط أسنان صناعية، افتحهن وخرهن. وخرهن. شفت حلقة بفتشيد. نظفها قدر الامكان، حتى لو بوصله فشي يمك ينظف حلقه. رابيد اند سيف ترانسفير، يعني مو ظل ساعتين تتمعمس به، لا رابيد اول شيء وسيف ترانسفير، يعني مو تودي مثلا باسعاف او تقعد بكرسي مثلا هو عنده سيرفايكال سباين انجري، تقعد مثلا بالسياره وتاخذ، هذا خطا. لازم سيف ترانسفير. امرجنسي اسسمنت عندك تير ايرواي بريثنج سيركوليشن، هاي كل سنه عندها. Immobilization مهمة جدا. إذا كان hemodynamic unstable هاي stable عفوا. Secondary survey إذا stabilization أمنت عن المريض دور تسوي secondary survey. Log roll technique يعني ينقلب المريض من توصل للطوارئ تقلبه بطريقة القطعة الواحدة. Remove spinal board وخر spinal board. Remove cervical spine collar carefully. لازم clinical and radiological clearance of this cervical spine collar. Brief history لازم تأخذ عن mechanism of injury, trauma, any movements should be asked. If he cannot perform certain movements لازم documented. Inspection وصل المريض انت سويت لازم fully inspected، يعني المريض تتنائم من الأمام من الخلف من الجوانب وتسوي inspection perineal area neck axilla كلها تفحصها front and back سايدز كلها تفحصها. كلوث ريموف بليدنج ابريجنز لاسريشن كلها شود بي سين اند دوكيومنتد. ديفورميتي باللمس تشيست سوالينج باللم برينيال سوالينج جينيتال سوالينج كلها لازم شود بي دوكيومنتد. لم اسيمتري هنا فرق، ما شوف اللم هنا شورت ادكتد ديفورمد، شوفها اكستندد فليكس، كل هاي لازم اسوي دوكيومنتيشن اند شود بي ابزيرفد. chest expansion لازم يكون smooth symmetrical expansion. إذا شفت paradoxical movements هاي sign of lyle chest. sensory examination and reflexes احنا مثل ما تعرفون بالطوارئ إذا كملنا هاي من ضمن second يعني survey secondary survey. البرايمري هنا يشمل الـ ABC والـ ABCDE.
سكندري سيرفي هنا ذن ال chest abdomen pelvis واللمز اوكي وتفحص ياهن طبعا نيرف سيستم نيرفس سيستم تفحص السنسري اكزامينيشن وموتور اكزامينيشن ريفلكسز كلهن مانجمنت جول اوف مانجمنت يعني انا شنو الهدف شنو اللي اريد اوصل له من اعالج لون سباينال انجريز ماكسمايز نيوجيكال ريكفري احصل على افضل شيء بدون نيوجيكال ديفيسيت مينتين اور ريستور سباينال الاينمنت هذا اللي كان ترجع الالاينمنت اوف ذا سباينال كانال سباينال كورد يعني بالتالي اصلا اوبتين هيلد اند ستيبل سباينال كورد يعني الهدف انه بعدين بالنهايه يكون ستيبل كورد prevent further deformity and complication يعني امنع ال further complication بمنع ال further deformity medical treatments of spinal injuries يجينا spinal cord injury و spinal fractures اول شيء medical treatment اللي هو دائما موجود بالطوارئ وننطيه مثيل بردنزلون تطي بولس وتطي مانتنس بولس 30 ملي جرام بير كي جي بولس اول ربع ساعة تطيه اياه مالك علاقة المريض جاي من وقت جاي متأخر صار ساعتين صار 8 ساعات هاي بعدين بس لازم تطيه بولس المانتنس يعتمد على البرزنتيشن اوف ذا بيشنت اذا جاني اول 3 ساعات المانتنس 5.4 ملي جرام بير كي جي بير اور خلال 23 ساعة فقط واقدر اوقف 23 ساعة اذا جاء المريض ورا 3 ساعات واضح عبر 3 ساعات لازم مينتنس اخليه لحد 48 ساعة لحد يومين يعني يومين مينتنس يبقى يعني انا اذا جاء المريض اول 3 ساعات مينتنس بس يوم واحد يضع عليه واذا المريض اجاني ورا 3 ساعات قسم كتب يصير 8 يقولون يعتبرون 8 واكثر من 8 بس انت حتى لو يجيك المريض يعني خلال هاي الجولدن تايم ما بعدها تعتبره لازم يستمر الستيرويد بريدنزلون يعني مثيل بريدنزلون 48 ساعة 47 ساعة عفوا طبعا البي بي اي حتى ما يصير ستراس ألسر بروتون بامب انهبيترز لو موليكيولر ويت هيبارين بالاضافة للانتي بايوتيك اذا كان كمباوند او عنده اني وونز هنا الام ار اي of the patients with multiple injuries with spinal cord injury. شكرا جزيلا.